الشمس في حسنها أشعتها مثل أبهى حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياها علينا ضحى تغذى النبات على ضوئها وينعم بالدفء كل الورى فمن ذا براها وأعلى سماها وبث ضياها بوقت الضحى هو الخالق القادر الواحد فمن ذا له في الضحى ساجد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. مشاهدين الأفاضل أسعد الله صباحكم بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا لرحاب قناة القرآن الكريم في الجزائر، نسعد بخدمتكم عبر خامسة التلفزيون الجزائري، لكم منا كل التحايا إن شاء الله، كل عبارات الأخوة في الله، كل عبارات الحب والسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من عبادك الصالح. نستبشر خيرا دائما بوجود قناة القرآن الكريم في الجزائر، تنقل لكم صوت الخير دائما، ونضع اقترابات علمية وشرعية من موضوعات من خلال موضوعات مختلفة يقترحها عليكم برنامج الضحى. دائما القرآن الكريم شريعة الله في هذه الحياة، علينا دائما علينا أن نكون دائما نرافق القرآن الكريم، نقرأ القرآن الكريم إن شاء الله تعالى حتى يعم الأمن والسلام والطمأنينة والهدوء النفوس. إذا مشاهدينا الأفاضل ندعوكم للاستماع والإنصات إلى صورة الضحى، يرتلها على مسامعنا الشيخ المقرئ محمد إبراهيم المقاتلي، ونعود بعد ذلك بحول الله تعالى، ابقوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارفق بنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من عبادك الصالحين. لا يحزن المؤمن دائما مع نسمات هذه الصباح، نسمات الصباح إن شاء الله تعالى يكون كل خير وهدوء إن شاء الله تعالى وطمأنينة. كيف يمكننا من خلال عدة أساليب أن نعيش بها في هذا الحياة وأن نكون إن شاء الله تعالى سعداء وإن شاء الله من الفالحين في الدنيا والآخرة. لا يؤرق الإنسان نفسه وحياته ببعض من ظلموه في هذه الحياة، ببعض المنكر الذي يشاهده هنا وهناك، ببعض المنكر الذي يتعرض إليه سرا وجهارا ليلا ونهارا. الله سبحانه وتعالى موجود، هو يشاهد كل المكروه، يشاهد كل ظلم العباد للعباد، يشاهد كل الأشياء. فبالتالي الإنسان عليه فقط أن يطمئن لحكمة الله في هذه الوجود. إذا لم تستطع أن تغير منكرا أو فعلا سيئا، عليك التوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أو كان هذا المنكر أكبر منا
فعلينا فقط أن نصبر وأن نأمل وأن نرجو الله سبحانه وتعالى في صلواتنا ودعائنا دائما أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى على الظالمين. الله سبحانه وتعالى دائما له حلول السماء وله حلول الأرض، فلا نستعجل في هذه الحلول، فقط نصبر إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. نقطة هامة أيضا مشاهدينا الأفاضل أذكر نفسي بها دائما في هذه الحياة، لا ترهق كثيرا نفسك بالتفكير في هذه الحياة، اجعل نصيبا لله سبحانه وتعالى في تفكيرك، اجعل نصيبا للشريعة الإسلامية حظا وافرا في تفكيرك، اترك هذه الهموم وهذه السموم لله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولاها إن شاء الله تعالى. يا ربي فرج على كل مؤمن كربه، آمين يا رب العالمين. فقط ببعض الأساليب التي نستقيها من هنا وهناك وفق الشريعة الإسلامية، ببعض الأساليب العلمية أيضا من خلال كلام العلماء والباحثين، يمكن الإنسان أن يتخلص من شوائب هذه الدنيا. إذا مشاهدينا الأفاضل علينا أن نجعل نصيبا دائما في حياتنا وتفكيرنا لله سبحانه وتعالى، أن لا نحسب كثيرا لهذه الدنيا. الحسابات في الدنيا ترهق الإنسان، تجعله مجهدا نفسيا، لا يستطيع النهوض باكرا، لا يستطيع القيام بأفعاله وأعماله، يؤرق نفسه بالتفاهات الترهات. هذه الغوائية، هذه السفسطائية في التفكير تأتي دائما من خلال الإنسان الذي لا يفكر في الغيب، لا يفكر في القوة القاهرة الكبرى التي نعيش بها وهي قوة الإيمان. اللهم قوي إيماننا واجعل دائما حظا نصيبا وافرا في التفكير بك وبدينك من خلال تفكيرنا في الحياة. كيف ذلك؟ علينا دائما مشاهدينا الأفاضل أن مهما بلغت حساباتنا في الدنيا نضع دائما حساب الله سبحانه وتعالى من خلال الصدقة، من خلال الزكاة، من خلال النوافل، من خلال حسن الظن بالناس، من خلال خلق الأعذار إن صح التعبير للناس. إن شاء الله تعالى من حسدك، من غار منك، أكيد أن في نفسه في قلبه مرض، دعه لله سبحانه وتعالى، نفسه كفيلة به بتعذيبه، والله سبحانه وتعالى رقيب علينا في كل وقت وحين. فقط الإنسان يحسن التدبير، يحسن التفكير دائما وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى كيده كبير جدا، وقد ذكر هذا الكيد في القرآن الكريم. مهما بلغ الإنسان تفكيره، مهما بلغ من خبث، من كيد، من علم، لن يبلغ أبدا تفكير الله سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نخاف من كيد الله، لأننا إذا أخرجنا فعلا من حساباتنا الله سبحانه وتعالى وفعل الخير وحب الخير للآخرين، أكيد أن الله سبحانه وتعالى سيكيد كيدا لأولئك الذين يظلمون والذين يعيثون فسادا في الأرض. فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يضعون الشريعة الإسلامية نصب أعينهم، والذين يحبون دائما الخير للآخرين، والذين إن صح التعبير قلبهم أبيض تجاه جميع خلق الله. اللهم نشهدك، دائما نكرر هذا الكلام علنا نؤمن به ونفعله في حياتنا، اللهم نشهدك في هذا الزمان وفي هذا المكان من قناة القرآن بأننا نحب جميع خلقك، ومن ظلمنا فإننا نضعه إن شاء الله تعالى في ميزان الظالمين الذين إن شاء الله تعالى نطلب لهم التوبة، نطلب لهم إن شاء الله تعالى أن يعودوا إلى طريق الله المستقيم. فقط إن شاء الله ربي جعلنا من عباده الصالحين، وتمر هذه الحياة أمنا بردا وسلاما على جميع أمة الإسلام والمسلمين. إذا مشاهدينا الأفاضل دائما حظ وافر من دعائكم لنا، لأولادنا، للأوطان، للشهداء رحمهم الله جميعا، للأخيار الذين هم خلف المكاتب، الذين هم في كل بقعة من بقاع الجزائر الحبيبة داخل الوطن وخارجه، يعملون باجتهاد وبإخلاص لرفع راية الوطن عاليا. إذا أذكر نفسي وإياكم بأذكار الصباح، ونعود بعد ذلك بحول الله تعالى، ابقوا معنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الله 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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من عبادك الصالحين. يقول لقمان الحكيم الذي أوصى ابنه بعديد الوصايا المهمة في هذه الحياة وذكر اسمه في القرآن الكريم، يقول لابنه ناصحا مرشدا وموجها: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة، يا بني اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله ولا تري الناس أنك تخشى الله ليكرموك، ولا تري الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. فاللهم نسألك أن يكون ظاهرنا كما باطننا، آمين يا رب العالمين، أن لا نكون من المنافقين وأن نحب الخير للجميع. إذا ندعوكم لمتابعة أرقام تهمك ونعود بعدها بحول الله تعالى مشاهدينا الأفاضل. وخدمتكم متواصلة عبر خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم في الجزائر، يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، فيه عديد الأركان المتميزة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في تقديمها لكم. منكم دائما ننتظر المشاهدة والمتابعة والوفاء. كما ألفتم يوم الأربعاء مع الأستاذ عبد النور بهياني دائما حديث عن قامات كثيرة وكبيرة، عن فطاحلة رجالات الإسلام. حديثنا اليوم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وحديث الأستاذ عبد النور بهياني في ركن كن مثلهم عن أن تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك. إذا مشاهدينا الأفاضل، ركن ظهور دائما حاضر في قناة القرآن الكريم، بما أن الشريعة الإسلامية ليست فقط هي دين كما ألف البشر ذلك، الشريعة الإسلامية هي شريعة حياة وشريعة أيضا تؤسس لعالم الغيب. الشريعة الإسلامية دائما فيها سياقات متنوعة وموضوعات مختلفة دائما في رحاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ركن طهور مع البروفيسور سعيد إسماعيل يفصل أيضا لنا في موضوعاته المهمة جدا هذه الأسابيع إن شاء الله تعالى للإفادة وللتوعية، خلفيات أو إنعكاسات أو الحوادث المنزلية وشرب مواد التطهير بالنسبة للأطفال والانعكاسات السلبية على صحة أطفالنا، موضوع مهم جدا على الأولياء أن يستمعوا له يعني بشكل كبير ويتخذه سببا إن شاء الله تعالى لجعل أولادنا آمنين في بيوتهم وفي أماكن متفرقة في هذه الحياة. وحتى الذي ليس لديه أولاد عليه أن يوصي جاره أخته أخاه بهذا الكلام الطيب النافع الذي سيصدر إن شاء الله تعالى من خلال قناة القرآن الكريم، والذي فيه توصيات عديدة للأولياء حتى يحافظوا على صحة أولادهم. حقيقة أن البروفيسور سعيد إسماعيل فاجأنا في هذه الأسابيع الأخيرة بحديثه عن هذه الموضوعات التي لا تكلفنا إلا توعية كاملة في بيوتنا حتى نتجنب أمراضا وحياة غير سوية لأولادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو
والعافية. ركن أمنكم دور الجمعيات المجتمع المدني، نتحدث عن الجمعيات بصفة عامة في الجزائر، هذه الجمعيات التي تأخذ على عاتقها مهمة التوعية في المجتمع، نشر التوعية وعديد النشاطات الخيرية أيضا. حديثنا اليوم مع أستاذة ماريا رجب، عضو اللجنة الإعلامية لمنظمة حمايتك. دعوة أيضا منا مشاهدنا الأفاضل لمرافقة ضيف الضحى، التأهيل الصحي للزواج، مشروع لبنة للتأهيل للزواج مع الدكتورة زينب بن صالح ونصيرة شناوي. كنا قد شاهدنا الأسبوع الفارط حديث عن التأهيل في الزواج من الناحية النفسية الاجتماعية. حديثنا اليوم عن نفس الجمعية، عن نفس المشروع، مشروع تأهيل لزواج يعني ناجح إن شاء الله تعالى، دائما برؤية علمية وشرعية. اليوم في جوانب صحية نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في ركن الضحى. الآن يهديكم كل الطاقم العامل بقناة القرآن الكريم، خاصة الذين هم الآن واقفون على برنامج ضحى، من طاقة، من فني صحفي تقني متميز. هذه الأنشودة نستمع إن شاء الله تعالى، نعود بعدها بحول الله تعالى لنستهل أول ركن من برنامج الضحى. ابقوا معنا. في القلب زاد غرام، في النفس عز مقام، كالنور شع كلام أحمد حبيب الله، كالنور شع كلام أحمد حبيب الله. في القلب زاد غرام، في النفس عز مقام، كالنور شع كلام أحمد حبيب الله، كالنور شع كلام أحمد حبيب الله. دعاه الله إلى سما، أرجى النبي إلى منى، من أرض مقدسنا علا، ودنا ليسأله رضا، ودنا ليسأله رضا. سحر القلوب جمال، تحمي الشريد ظلال، تهدي الرجال خصال أحمد حبيب الله، تهدي الرجال خصال أحمد حبيب الله. سحر القلوب جمال، تحمي الشريد ظلال، تهدي الرجال خصال أحمد حبيب الله، تهدي الرجال خصال أحمد حبيب الله. الأقصى رجا من ربه الأنسى، وقابل قبله موسى، فأوصاه بما أوصى، فأوصاه بما أوصى. رقى من باحة الأقصى رجا من ربه الأنسى، وقابل قبله موسى، فأوصاه بما أوصى، فأوصاه. في العالمين هو الهنا، هذا النبي إمامنا، هذا النبي إمامنا، من مكة جاء المنى، نال الشفاعة والسنا، نال الشفاعة والسنا. في العالمين هو الهنا، هذا النبي إمامنا، من مكة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين. هذه دعوة من قناة القرآن الكريم. مشاهدينا الأفاضل، لكم جميعا للاجتماع والاستماع لنا إن شاء الله تعالى لكلام طيب خير يصدر منا إن شاء الله تعالى، ويصل القلوب أو يصل العقول قبل القلوب أو هما معا إن شاء الله تعالى. يؤصل لي ذلك الأستاذ عبد النور بهياني بعد هذا الفاصل. لألأت الشمس في حسنها، أشعتها مثل أبها حلا تسير. أستاذ عبد النور بهياني، السلام عليكم، صباح الخير. هل هو حديث يصل القلوب أو العقول أم هما معا في آن واحد؟ هو حديث يصلهما معا، وهو حديث فيه شيء من الطاقة الإيجابية والتطلع للآتي والأجمل. نعم. أستاذ عبد النور بهياني، كيف لا، وحديثنا اليوم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قام من قامات الإسلام. عندما نتحدث عن جهابذة الإسلام وفطاحلة الإسلام، ما علينا إلا أن نحضر عقولنا وقلوبنا للاستماع، لأن فيه حكمة بالغة وفيه رأفة وحب وأخوة أيضا. نعم أستاذة خالدة، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ونحن في هذه الأيام فيها جو الامتحانات، جو القلق، جو فيها الكثير من أن الآباء مهتمين بنجاحات أبنائهم، كذلك هذه الشخصية التي كانت طفلا وبعد ذلك صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وخادما له، وبعد ذلك قد أطال الله عمره لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أكثر ماله وولده، فعاش ما يزيد عن 100 سنة، وكذلك أبناؤه وأولاده كانوا كثر، حتى عندما نقرأ أبناءه وأحفاده نجد العديد والكثير. كما أسلفت ذكرا، إنه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ولد بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة سنوات. هذا الطفل أمه رضي الله عنها وأرضاها كانت محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حتى في تعريفه نجد هناك من يعرفه فيقول المحب ابن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف بأن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو ركن ركين من أركان الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فحب هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانها به جعلت تأخذ هذا الابن للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقول له كل واحد من المدينة إلا وقد أتحفك بتحفة، أي أهداك هدية أو كفاك بشيء أو أعطاك شيئا، إلا أنا فأنا لا أجد ما أعطيك، أعطيك ابني. وقالوا بأن سيدنا أنس بن مالك كما يكتب أصحاب السير بأنه كان ذكيا، كان في هذا السن يكتب ويقرأ، كان رجلا بما تعنيه الكلمة، فكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ما وجدت ألين كف أو يد من يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان كذلك حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، حين كانت أمهات المؤمنين تسأل سيدنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين كيف حاله أو أين حله وارتحاله، من جاء إليه إلى غير ذلك، كان لا يجيب بشيء. وهنا نفتح قوسا إلى أن الإنسان الذي يكون خادما، ونحن نعرفه بأنه كلنا أو خادم القوم سيدهم أو سيد القوم خادمهم، نقرأها من الجهتان، فلا بد أن يكون حافظا لسر المؤسسة التي يعمل فيها أو المحل الذي يشتغل فيه أو في أي مكان استؤمن على شيء ما، لابد أن يكون حافظا أمينا. فسيدنا أنس بن مالك تربى في هذه المدرسة التي مدرسها وأستاذها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أمينا بحق. روى الكثير من الأحاديث أستاذ خالد، روى 2236 حديث، يقال بأنه يأتي بعد سيدنا أبا هريرة الذي روى أكثر من 3600 حديث،
فكان يعني أحاديثه أو كانت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير الكثير، روى السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذ عبد النور بهياني، ما يحز في النفس أنه الآن كل منشغل بما يأتي من مخرجات العلم عند الآخر ويقول بأن الطفل وكأن هذا علم جديد، وكأن الطفل يعني لابد أن تعلمه وهو صغير، الطفل وهو في الرضيع أو الذي لم يولد بعد وهو في بطن أمه يستمع وينصت، وهي تنشئة اجتماعية منذ أن يخلق في يعني تبث الروح في بطن أمه، لكن ها هو أنس بن مالك تعود من بعيد هكذا ليحدثنا أو لتحدثنا سيرته العطرة عن أهمية تكوين الطفل وهو الصغير، أن نؤهله وأن نجعله رجلا هو أمين للسر، هو حافظ للأحاديث النبوية الشريفة، وكأنه كان رجلا يعيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كل هذه الأمور في طفولته هي التي أهلته أن يكون عالما وأن يكون جديرا بأن يكون يتبوأ مكانة عظيمة في الإسلام. الحمد لله أن الإسلام ليس بحاجة إلى أن نعطيه نحن، بل بحاجة فقط أن ننشره وأن نعيد إن صح التعبير إحياء هذه الكلام الطيب، هذه الخلفيات العلمية المتميزة التي تأتينا من هنا وهناك، ونتفاجأ أحيانا بأنها أتتنا اليوم ونحن نعرفها اليوم ونتذكرها اليوم، لكنها هي موجودة في الشريعة الإسلامية، والحمد لله على هذه النعمة. نعم أستاذة خالدة، الدارس لسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي الدارس لهذه الجزئية من جزئيات سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف يعني كان معه سيدنا زيد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هنا نستشف شيئا، هو التربية ليست فقط هي خذ وأعطي أكتب في الصبور إلى غير ذلك، هي التربية بالقدوة الحسنة. ولعل الكثير، لا أقول الكثير، لكن موجود من أساتذتنا ومعلمين من جعلوا بأن تعليمهم أو إرشادهم مقتصر على فترة معينة داخل القسم سواء كان خاص أو عمومي إلى غير ذلك، لكن المعلم هو رسالة سامية داخل المدرسات وخارجها، داخل المسجد وخارجه، في أي مكان حل فيه يكون الإنسان معلما. وذلك نجد المعلم الأكبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حياته الخاصة والعامة كلها منثورة في كتب السيرة أو عبر أحاديث التي روتها أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن نجد الكثير من السنة الفعلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والخاصة بآل بيته وحياته الزوجية، نجد بأن أمنا عائشة قد روت تفاصيل حياته كلها. لذلك لابد ألا نغفل كنا معلمين أو معلمات أن نكون معلمين في أي مكان حل فيه. ما يقولش هذه الإنسان حياة خاصة بي وهذه غير خاصة بي إلى غير ذلك. المعلم يقتدى به ويحتذى به. وأستاذ خالد، لعل الأبناء أول من يتعلم عنه يتعلم عن الأم والأب، خصوصا الأم. فأول ما تتعلم الطفل الصغير أو الطفل الصغيرة تشوف السلوكات اللي راها تديرها الأم تحت، تشوف أمها تصلي تحوس على خمار وسجادة إلى غير ذلك، تشوف أمها تدير حاجة أخرى راح تتأثر. نجد الابن أو الطفل الصغير إذا تأثر بوالده، إذا شافه يقرأ في المصحف ويبحث عن كتاب ويحوس يقرأ، لكن إذا شافه يدخن يتعلم أول شيء أنه يحكم حاجة أو الهاتف النقال إلى غير ذلك. هذه الأشياء التي ابتلينا بها. فسيدنا أنس بن مالك رحمة الله أو رضي الله عنه وأرضاه، وقد ترضى الله عز وجل في القرآن الكريم عن الصحابة رضوان الله عليهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك أمرنا بحبهم وعدم الإساءة إليهم. نجد هناك أستاذة خالدة حديث، ونحن تكلمنا عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وعن حب أمه كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هو عنده حديث رائع أراقي، ولو فعله الجميع أو فعلناه جميعا لا ارتقينا حقيقة. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونجد قد رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث آخر، في حديث الوصايا الخمس، يقول: وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلمة. وهنا الكثير عندما نتحدث عن هذا الحديث
سواء كانوا في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل النقل أو في أي مكان. عندما نتحدث عن الأنانية وأن أحب لأخي ما أحب لنفسي، يقول لك علاه مازالوا كاين الناس يحبوا كما يحبوا. أستاذ عبد النور بهياني، سأقول لك شيء، حركت عجلة التقدم أو حركت عجلة العولمة لشيء معين، وهو تسليط النفس على الإنسان. يعني في زمان سابق كان العدو يأتي من خلف البحار، كنا نستعد له بالأسلحة يعني بمختلف الأمور المادية، لكن الآن أعتقد أن العدو بيننا في أسرنا، دخل وغير هذه النفس البشرية. فبالتالي الحذر، كل الحذر من هذه الترسانة العلمية وهذه التكنولوجيا الكبيرة التي هي موجهة بالدرجة الأولى إلى النفس البشرية وتسليط النفس البشرية على الإنسان. فمتى تسلطت النفس البشرية على الإنسان أصبح الإنسان غير إنسان. نعم، هو الإنسان بطبعه يحب التملك ويحب يكون عنده الكثير من الأشياء. فالغرب أو من يودون أن يمتلكوا هذه الأرض، وإن كان الملك هو لله جل وعلا، لكن هدفهم هو أخذ الخيرات إلى غير ذلك، ويبقوا هم دائما سادة. لكن المسلمون، نحن لا نقول بأن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد هلكوا، لكن نقول بأن الخير قائم والخير موجود. والخير موجود. ونحن في هذا الركن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين عندهم. وهناك أيضا مشاهدون، أنا أعتقد أن في قناة القرآن الكريم لدينا مشاهدون أوفياء دائما يتواصلون معنا ويحبذون الاستماع لهذا الكلام. طيب، الحمد لله أنه بذرت خير في الجزائر، سواء نحن القائم بالاتصال الذين نعطي هذه الرسالة أو الذي يشاهد في قناة القرآن. نعم، الحمد أكيد لله. نعم. سيدنا أنس بن مالك عندما يروي هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو يجلس في المسجد محتكفا، ونحن نعرف بأن الاحتكاف في المسجد يوجب عدم الخروج، قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، التكبير، قيام الليل، يعني الإنسان يكون عابد لله سبحانه وتبارك وتعالى. يأتيه إنسان إلى المسجد، صديق أو أخ، قل له حاجتي عندك، أنت من يستطيع أن يقضي لي هذه الحاجة؟ يخرج سيدنا عبد الله بن العباس من المسجد، يتلقى مع الناس، كيف خرجت من يقول لهم إني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يمشي أحدكم في قضاء حاجة أخي خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين، تقضي حاجة في ربع ساعة أو 20 دقيقة، أو حتى بمكالمة هاتفية في 30 ثانية، يعني هي أحسن من الاحتكاف في بيتي، في بيت صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث، وهذا الحديث كلماته بسيطة وعديدة وليست كثيرة، لكن تطبيقه سهل على من ممتنع على من جعل حبه للآخرين ونفعه للآخرين لله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يريد جزاء ولا شكورا. لأن نحن اليوم قد سقطنا في معادلة مادية، 1+1 يساوي 2، لكن في شرعنا 1+1 قد يساوي 700 حسنة. ونعم أستاذ عبد النور بهياني، عفوا، الشعراوي رحمه الله يقول أنه ميزان الإنسان يمكن أن يزن نفسه في بعض الأحيان بين الدنيا والآخرة. يقول أنه مهما، إذا إن شاء الله لا تخونني الكلمات والعبارات، إذا فرح الإنسان كان معطيا وفرح بعطائه أكثر من أخذه، فهذا إنسان يريد أن يشتري الآخرة وهو من أهل الآخرة. وإذا كان عكس ذلك، الإنسان كان في الدنيا يفرح فقط بالأخذ ولا يفرح بالعطاء، فبالتالي هذا ميزانه ميزان الدنيا لا غير. نعم، الناس للناس ما دام الوفاء بهم، الحمد لله. والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام تارات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك، عند الناس حاجات. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى على أنه هو يستطيع أن يقدم للآخرين. هذا لا يعني أنه الإنسان اللي ما يقدرش يقدم إنسان منبوذ، لا، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير وأحب إلى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ننتصر كذلك بدعاء ضعفائنا، لكن المؤمن دائما يحاول على أن يكون في مركز القوة. والإنسان اللي يحب الخير للآخرين هو في مقام القوة، أن تحب للآخرين، تتمنى أنت شيء أو ترجو شيئا
ترجو الأبناء الصالحين، ترجو المسكن الواسع، ترجو المركب، ترجو الصحبة الحسنة. كذلك هذه الأشياء لا بد أن تحبها للآخرين. وكان قول آخر لعالم من العلماء يقول في مفهوم هذا الحديث، يقول أن تبغض للآخرين ما تبغض لنفسك. صحيح. فمن غير المعقول أنه شيء أنت ما تحبوش لنفسك وتحبوا للآخرين. وإحنا لما تكون أن تحب للآخرين ما تحب لنفسك، إن كنت تاجرا فلن تطفف في الميزان. صحيح. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون. فأنت عندما تشتري البضاعة تحوس عليها أن تكون موزونة وزيادة، لكن عندما تبيعها للآخرين تصبح لا تبالي أو تتحجج إلى غير ذلك. صحيح. وقد تغش في الميزان. فالمؤمن دائما ما يحب لنفسه يحبه للآخرين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن عندما نتكلم عن المدرسة الأولى، نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يحب الخير للآخرين في الطائف، عندما كسرت رباعيته وأدميت رجلاه الشريفتان، وجاءه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال يقول لو شئت لأطبقت عليهم الأخشابين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفعلا خرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلينا أن نحب الخير للآخرين وأن نقتدي ونعمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلى جلسة أخرى ومع شخصية أخرى من شخصيات الإسلام أو من شخصيات وطننا المفدى. نسأل الله جل وعلا غفران الذنوب وستر العيوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا بارك الله فيك أستاذ عبد النور بهين على ذلك الكلام الطيب. إن شاء الله في ميزان حسناتك. آمين. وإياك أستاذ، نلقاك فرصة أخرى بإذن الله تعالى. إذن مشاهدنا الأفاضل، ندعوكم دائما البقاء معنا. ندعوكم الآن لمتابعة هذا الروبورتاج حول شرب مواد التطهير في المنزل مع الزميلة أحلام قطاف، ونعود بعدها لاستقبال البروفيسور سعيد إسماعيل، حديث عن أو نواصل سلسلة الحديث عن التوعية بخطورة وجود بعض المواد وتناولها من خلال تناولها من طرف الأطفال إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا، الجلسة مفيدة كثيرا كما كانت جلسة الأستاذ عبد النور بهياني إن شاء الله تعالى. في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله تعالى، هذا الاتصال والتواصل بيننا. ابقوا معنا، لازال الخير مستمرا عبر قناة الخير، قناة القرآن الكريم في الجزائر. في حسنها أشعتها مثل أبها حلا، تسير وتعلو بجو السماء، تبث ضياها علينا ضحى. تستخدم المرأة مختلف مواد التنظيف لتنقية وتلميع منزلها. في الكثير من الأحيان تكون مواد التنظيف الملونة مغرية للطفل لاعتقاده أنها مشروب لذيذ دون مبالاة منه بمدى خطورة هذا الأمر. بالفعل يعني للأسف هذا النوع من الحوادث يتكرر بشكل مستمر وبشكل متواصل، وعنده ربما مناسبات وليس مرتبط فقط بالمجتمعات ربما المتخلفة، ولكن حتى المجتمعات المتقدمة يكثر فيها هذا النوع من الحوادث المرتبطة ما خاصة في المجتمع الجزائري بمناسبات كثيرة جدا. لأن عندنا عادات في المجتمع الجزائري أن نقوم بتنظيف المنازل وما أماكن العمل مع المناسبات المختلفة أو الأفراح المختلفة. إذن ربما الأمر المتعلق بتسمم المواد التنظيف ليس مرتبط فقط بالإجراءات الوقائية أو بالنصيحة اللي قدموه لأبنائنا، لأن يجب كذلك أن نأخذ الإجراءات الوقائية حتى لا يصل إليها الطفل، لأن لك في أن تنصح الطفل، لأن الطفل كما نعرف أنه شخص مندفع، يعني يحب يكتشف، يحب يكتشف الأشياء الجميلة. بما ما يبدو لنا أنها زجاجة أو قارورة أو علبة خاصة بمواد التنظيف بالنسبة للطفل يعتبر أمر جديد وتعتبر لعبة إليه. وكما نعلم بأن وهذا الشيء ما تلمسه الأمهات بشكل كبير جدا، الطفل يكتشف الأشياء عن طريق فمه، يحب يعرف الذوق، ذوقها، طبيعتها، لأن دائما يحب الأشياء الحلوة، فيظن أن كل موجود كل ما هو موجود في علبة أو في قارورة هو مشروبات غازية، مشروبات حلوة، فيحب أن يكتشفها. ذاك الطفل اللي جبتوا لي الخطر اللي فات كيف شرحه؟ اصلا جيتك على جالو شغل يعني حبيت نسقسي على الحاله تاعو، يعني هو اللي يعني شغل كان يشرب لاجه في المقبل، وحبيت نجي بعد ماده تريات مواليك، حبيت برك صافي نسقسي واش بالاجراءات اللي راح ندير، يعني هو بدا يتحسن شويه مي باش تعاود تنصحني يعني. جيد، اسكو درك هو الحاله تاعو كيفاش راك تشوفها؟ اسكو في وجهه راه مليح، راه يتنفس مليح، ما عندوش اي مشاكل اعراض ظهرت عليه في ذي اليامات، راه لاباس؟ قد يتناول الطفل مواد التنظيف كالكلور، ماء جافيل وغيره، فيما تسبب له أضرارا بالغة تصل إلى حدوث التهابات أو انسداد المريء لديه. هذا ما يعتبر من الحالات الحرجة التي لا تقبل الانتظار بل التوجه مباشرة إلى طبيب مختص.
تختلف من منطقة إلى أخرى. إذا شفنا مثلا بين المدينة والريف يختلف الأمر. مثلا بالنسبة للمدينة في الغالب الآن أصبح المجتمع الجزائري أكثر تمدنا. نعم الآن أصبح هناك ثقافة وهي شراء مواد التنظيف المختلفة، ومنها ما هو خاطئ، لأن بعض الأمهات يلجأن إلى مواد يعني قوية جدا شديدة التركيز لتنظيف مثلا الفرن البيت أو بلاط البيت إلى آخره، لكنها مواد سامة بشكل كبير جدا، هذا وخطيرة بالفعل، وتلجأ الأمهات لاستعمال هذه المواد. ولكن كما نعلم قد لا تكمل القارورة، أو ربما مع انشغال الأم بعمل التنظيف فتهمل القارورة فيلجأ إليها الطفل فيشربها، فتؤدي إليه تؤدي به إلى إصابات خطيرة جدا، تأتي من تبدأ بالتهابات على مستوى الشفايف، على مستوى اللسان، على مستوى الفم، إلى إصابة البلعوم، إلى إصابة المرء. وللأسف إصابة المرء هي من أخطر الإصابات التي ينجم عليها ضيق البلعوم أو المرء الذي هو يعتبر رابط أو نقطة تواصل بين البلعوم والمعدة. في حال انسداد هذا الجزء من الجسم في أغلب الأحيان نحتاج إلى عملية جراحية خطيرة جدا. بحكم احتكاك نحن بالطفولة، لأنه الكثير من الأنشطة تاعنا موجهة للطفولة، خاصة الطفولة ساكنة المناطق النائية، وأيضا من خلال زيارتنا للمستشفى بصفة دورية خاصة الجناح الخاص بالأطفال كان لنا احتكاك ب هذه الحالات اللي تعرضت لشرب المواد التنظيف بالخطأ. كان طفل والآن راه شاب تعرض لهذه الحالة، والحمد لله أنه بمرافقة طبية وبرعاية إلهية أنه تمكن أنه يضاف له عمر جديد، أنه في سن 10 من العمر استهلك مواد تنظيف، والحمد لله أنه الآن راه شاب في عمره 20 سنة، بعد معاناة مريرة هو والعائلة تاعو الحمد لله الآن راه يتمتع بصحة. وأيضا كاين حالات أخرى مرت بنا، إبعاد هذه السموم في أماكن محظورة ويعني جارية بعيدة على الأولاد الصغار، وثانيا التوعية هي يعني هي كل شيء في البيت. أنا نوجه نداء للأب والأم بايعسوا أولادهم مليح، ندعو الآباء في الفترة الصيفية هذه باش يعسوا الأبناء تاعهم من مواد التنظيف أخطار تاعها، وخاصة في فترة الصيف هذه استعمال تاعها يكثر. محاولة التحكم في النفس هذا الإجراء الأول، ثم بعد ذلك نقوم بمحاولة معرفة ماذا شرب هذا الطفل ومعرفة الكمية التي شربها. يعني الأم ما تعرف بأنها استعملت قارورة الماء جافيل مثلا كانت في النصف ما كبية التي أخذها، هذه المعلومة مهمة جدا في تمكين الأطباء من الطريقة الصحيحة في علاج الحالة المستعجلة. النقطة الثانية وهي إذا كان الأمر متعلق بضيق في التنفس إلى آخره، نحاول أنني نفتح له اللباس تاعو، ننقله إلى مكان فيه تهوية إذا كان الأمر يتعلق بمواد غازية مثلا قد تسبب له الاختناقات، إذا نلاحظ كذلك الحالة العامة تاعو هل هو يتنفس أم لا يتنفس، ولا أعطيه أي شيء يشربه. حذري ثم حذري، لأن هناك بعض الثقافات وشفتها حتى ليس فقط في المجتمع الجزائري ولكن حتى في المجتمعات العربية، وين يمدوا الحليب يمدوا حتى البيض كما نقولوا احنا اللي ماهوش طايب، وهذا يشكل خطر كبير جدا. والاخطر من ذلك ما نحاولوش نقوم باجبار الطفل او الشخص اللي تعرض لتسمم بمواد التنظيف لعمليه التقيؤ. لماذا؟ المشاهد قد يطرح السؤال، لماذا؟ اغلبيه المواد اللي يشرب ذلك الشخص هي مواد حارقه، اذا ففي طريقها من الفم الى المعده تحرق كل المسلك المتعلق بالبلعوم ثم المريء حتى تصل إلى المعدة. وبالتالي إذا حاولنا القيام بإجبار ذلك الطفل للقيام بعمل التقيؤ من جديد، فذلك السائل يعود يرجع، فما وجده متخرب يزيد يخربه أكثر، وهنا المشكلة بتروح. لا نحاول أن نجبر الطفل أو الشخص على عمل التقيؤ، فهذا أمر خطير جدا. كذلك نطلب ماء بارد، هذا هو الشيء النصيحة اللي نوجهها إلى كل العائلة والأسر بصفة عامة، ويشرب الماء البارد. فعلى الأمهات الحرص على تجنب وضع أي مواد تنظيف في مكان قريب من الطفل، وعدم وضعها في زجاجات العصير أو قارورات تشبه المشروبات بمختلف أنواعها، حتى لا تهدد هذه المنظفات حياة أطفالنا. لازم نلعبوش بالجافات. تلألأت الشمس في حسنها، أشعتها مثل أبها حلا. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا الأفاضل دائما نحن معكم مع البروفيسور سعيد
إسماعيل، بروفيسور سعيد إسماعيل، نستقبله بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا في المتابعة، أكيد أن الموضوع يهمنا بطريقة أو بأخرى. الشمس في حسنها أشعتها مثل أبهى حلا، تسير وتعلو بجو السماء تبث. إذن بروفيسور، السلام عليكم، صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير، وصباح الخير ليك وكل متتبعي القناة ومتتبعي هذه الحصة اللي تعتني بالطفل وكل مشاكل الطفل. نعم بروفيسور، دائما لا يفوتني أن نشكركم على كل جهودكم خلال إنقاذ الأرواح في المستشفيات. واليوم حديثنا عن، نواصل سلسلة الحديث حول التوعية إن شاء الله تعالى بإخطار وجود مواد سامة وخطيرة في بيوتنا وفي أماكن مختلفة. صح، نكملوا كما يقولون نكملوها في الكوارث ما لا الآن. نعم. لأننا نسميها كوارث، ما نسميهاش حوادث منزلية، كوارث لما يترتب عنها عن المشاكل. نعم. راني تبعت شوية في الروبورتاج ومقدمة وسهل لي الأمور شوية، لكن نسي شوية نتعمق في الموضوع وبأدلة ميدانية باش الناس تتوعى، ومش تتوعى، عسى لعل وعسى يجيهم كما يقولوا شوية يتفطنوا، على خطش مش مسائل بسيطة. ونذكر المشاهدين الأفاضل بأن بروفيسور سعيد إسماعيل هو الذي يسهر على إنقاذ هذه الأرواح في مجال ابتلاع الأجسام الغريبة وشرب المواد الطهير أو المواد السامة بصفة عامة. إذن المشاهدين الأفاضل، يعني بروفيسور سعيد إسماعيل لا يتحدث فقط من منطلقات فقط نظرية، إنما من منطلقات ما يعيشه في المستشفيات أيضا. ما كان حتى منطلق نظري، ما كان حتى إلا كان نقعدوا في النظريات، ما لا نقعدوا غير في هذه منطلقات ميدانية وعشناها وللأسف راحين نعيشوها. احنا على اقل نخفوا الاضرار. من المستحيل انك واحد يقول لك كي تصرى له حاجه انا نقوم بها. لا، الطب الحديث ولا القديم ولا اللي تحبي اللي بازي مرتكز على الوقايه. على الوقايه، مش برك في المشاكل هذو. ونعود نكرر حاجه، انا اللي غدنا الحال على، لانه هذا قلنا باللي حوادث او امراض متجنبه. نعم، يمكن ان نتجنبها من فعل فاعل، من فعل انسان. صحيح. بعيد شر مثلا تشدي الكونسير ولا مش عارف اي حاجه، نقدروا هناك عوامل وراثيه عائليه نفسية. تلقى في العائله فيها تروا ولا كات كونسير، نقدروا نجنبوها، لكن اذا حدث. نعم، لكن هذه مجنبه. الان نواصلوا في الحلقه ما بعد الاخيره هذيك، قلنا على الحوادث الابتلاع الاجسام الغريبه في الرئه. وكلكم تصادمتوا على الزيماج هذوك، على الصور. نعم. الصور اللي شفناها كانت مرعبه. نعم. لكن لو كان تشوفوا، يعني والله ماني نزيد حاجه من عندي، لو كان تزيدوا نوري لكم الصور تاع الابتلاع المواد هذه السامه ولا المواد التطهير في البلعوم، تنساو هذيك المره الاولى، تنساوها. سبحان الله، تنساوها. لان قلت لك المره هذيك لا بروميير ايميسيون قلنا نحيوها من الريا، في 99.99% خلاص يروح لدارو، المشكله انتهت، فرات. ممكن بعض التعقيدات ومانيش عارف واش، ممكن تروح الجراحة. حتى إذا كان رحت الجراحة نستأصلوا هذيك المنطقة اللي كانت تنضرت. لكن المواد هذه علاش راني نهضر هكذا؟ لأنه أولا لما يبلع السيد هذا الطفل هذا الجسم، هناك اختلاف سرت بعض المواد. نعم. اللي متداولة. نعم. يا سيدي عندك 4-5 مواد، زير روحكم شويه عليهم. مزيل الدهون، اولا لوجافيل. نعم. ولوجافيل هذا هو اقل ضرر، باسكو يجيونا والبلاء وشرب لوجافيل شغل نيكزامين وير. اذا كان مخفف، هناك جافيل يعني اكثر. ايه كاين هناك مخفف وهناك. لكن سمحي لي، كاين كيف فكرتيني في حاجه، ربي يفكرك في شهاده. امين. على بالك لو كان جا لوجافيل معليش، لكن هناك دي بوسيون يخلطوا لهم تركيبه والتركيبه هذيك هو اخطر. صحيح. ولما قلت لك معليش الا عندك شويه معلومات على لا شيمي سهله. نعم. كاين لي زاسيد كيمياء. نعم. الحموض. المواد الحمضيه. المواد الحمضيه لي زاسيد. نعم. والشيف دو فيل سي لي سبري دو سال. نعم. كاع الناس يعرفين لي سبري دو سال، روح الملح ولا لي سبري دو سال.
النقيض تاع الاسيد، النقيض في الكيمياء هو لا باز، يسميوها لا سود. لا سود قاعده، على بالك بلي لا سود اخطر من 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 الحمض، اخطر من الحمض، والمواد كثيره. احنا رانا ولينا مش برك مختصين في المشي هذا، ولينا انت ولينا بالسيف علينا، رانا كل ماده رانا نعرفوا دراسه بالتركيبه تاعها باش نعرفوا هذوك سي لا سود اسكو سي لاسيد، لان الان مارشي او على بالك السوق ولا ولا على بال كيفاش اشري برك وخلاص. صحيح. دونك المشكله قلت لك على هذه، لانه نعطيها لك بالمراحل او بلا نبه الناس في حاجه، نبه الناس وهذه خطيره 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 جدا. قلت لك سقسي اي يا مدام كي بلح بيبي تاعك واش دير له، ونبدا نسالها. واحد يدير الزيت الحليب، واحد يدير الماء، واحد يدير الحليب، واحد يدير اي حاجه تجيه في باله. صحيح. يحرقوا يتحرق كي يشرب هذاك ويزيد، يقول لك علاه، يقول لك نقيه. ما تقيه واش الناس، باسكو ليد ما تقيه راك تزيد تحرقوا مرتين ذهابا وايابا كما يقولوا. دونك ما ديري والو، ارفدي وليدك وروحي. لكن لما واحد يجي يقول لك مثلا جاء يشرب لوجافيل على الربعه، يقول لك دوك الطب هذو ما يديرولوش هذا التعيار، وك الطب ما عندكمش الفيبروسكوبي، لانه علميا ما لازمش نديروا هذاك على الربعه. نعم. لازم نديروه بعد خمس ساعات من ابتلاع، بعد خمس ساعات. قبل خمس ساعات اولا خطيره، لان الدعوه مازالها شويه التهاب، تزيد تدخلوا تويو تتقبها ولا ما عارف واش دير. ثانيا بور ايفالوي باش تقيمي لي ديغا، حنا نديروا تقييم. نعم. خاطرش الناس لازم تفهم، الطبيب بعثني باش ديروا له تويو، مسكين في باله تويو هو يداويه، تويو يقيم لي ديغا برك. صحيح. ومن بعد حنا عندنا علميا لو غراد 1 لو غراد 2 لو غراد 2 ا 2 بي، حنا نقيموه. وان شاء الله ما نلحقوش اصلا هذه المرحله، واش يدينا الاطفال ان شاء الله، ان شاء الله ما يبلعش كاع، ان شاء الله يا ان شاء الله ما يبلعش كاع. لكن إن شاء الله. وعندك المرحله الاولى، وعندك الزيد معليش شويه نطلع شويه باش يفهموا. سيبوزون راك ويكاند وهذا المنبر هذا، حنا رانا مسبلين، رانا 24 بصح كاين ضوابط علميه، عندنا الحق نديروها بين خمس سوايع مور ما شرب الى 72 ساعه. نعم. جيسبر الناس يتسمع باش ما تتقلقش، يا اخي تعرفي كيفاش مخدومين حنايا. صحيح. يقول لك واشنو نقعد قال الخميس والجمعه ما ديروهالوش، حنا ما راناش نخدموا هكذا برك بيب. نعم. عشوائيه، عشوائيه. لا لا لا، كل حاجه مضبوط ضوابط. اذا كان لازم على 4 تاع الصباح، ماشي هو اللي يقول لي نجي، نجيب لم زيتي على 4 تاع الصباح، باسكو هناك القانون العلمي يقول 4 تاع الصباح. كما قلت لك اخطر حاجه لي بيل هذوك اللي السامه اللي يدخلوا في البلعوم. في البلعوم. نعم. ويتقطر هذاك نظريا، باش نهضروا على النظريه، ساعتين بعد الابتلاء. نعم. بصح ولا يسكن في زوج مترات في المصلحه. صحيح. ولا كان جاني من الصحراء. صحيح. رحت النظريه، رحت النظريه. صحيح. نقول راني نسناك، عندك لافيون جيني في ساعتين، مرحبا. دوك شفتي كيفاش دي فوا نكونوا نظريه منا، وحنا نديروا واش اللي قدرنا. دونك عندك 72 ساعه باش ديرها. نعم. رانا درنا تقييم كما قلتي، من الاسهل الى الاصعب. الاسهل يخرج من المنظار ساعه بعد، نقولوا روح ياكل يشرب ويحل الدار، سي بون، لا دواء لا ريان دو تو. الحمد لله. نطلعوا لو نيفو 2 وين نلقاو الدعوه تزيرت، تعقيدات وشنو البلعوم، بلعوم ونبوب. ونبوب لما يتحرق يولي يتضيق. حنا نقيسوا مدى التضيق هذاك. نعم. مدى اذا كان نسبيا 50-40-60% نقدروا خطرات نقولوا يعطيوا له يشربوا له غير السوائل. بلاق نعطيوا له الادويه. نعم. مادام يشرب معناتها الدويه الدواء يقدر يشربه. نعم. نقيموا الوضع منا 21 يوم مراقبه طبيه. لكن نجوز المرحله الخطيره. نعم. لازم نهضروا عليها المرحله الخطيره اللي عندها انعكاسات على المدى البعيد بروفيسور. المدى البعيد كنا نهضروا رحناها بالمراحل. المراه انا ضيقه الدعوه ضيقه خلاص ونبوب ولا ضيق يا ربي، ولا كان تشوف فتحه راكي تشوفي فيها. سبحان الله. اولا العقل البشري البسيط واش يقول؟ من المستحيل انا نوكله. نعم. ما ياكلش مده 21 يوم. سبحان الله. 21 يوم قطره ما يذوقهاش. واش نديروا له؟ نديروا له السيروم. لو سيروم بعض الالكترونيك صوديوم. نعم. زعما السيروم هكذا. وكاين ادويه عبر العرق. ادويه عبر العرق. هناك مثلا هذيك مساله تقنيه نعطوا له الادويه. نعم. بما بينها الدواء تاع اللسان زعما باش نخفوا. نعم. الحمضيه هذه. بعد 21 يوم نقيموا الوضع.
الناس تتقلق في مدة 21 يوم. لو كنت تشوفوا أن بيبي، عبالكم دعوة سهلة، أن بيبي 21 يوم ما يأكلش يعيط، كيما يقولوا تسيسيه مدة يوم يومين، يقولك أعطي لي الحليب، أعطي لي الياوت، أعطي لي شوكولا. السيد من المستحيل أن 21 يوم. بروفيسور كين حالة إلى يومنا هذا؟ بيان سو، كل يوم ماشي يوم، كل يوم تعرفي شنو كل يوم، علاش راني كل يوم مشكلة وكل يوم. رسالة قوية مشاهدينا الأفاضل، أعتقد أنه كلام بروفيسور سعيد إسماعيل في هذا المقام يعلو ولا يعلى عليه. الحيطة والحذر هي أهم شيء في هذه الحياة. دونك لا مامون مسكينة، مع لا مامون مسكينة، نعود بعد ننظر على لا مامون بعد. لا مامون تتقلق، تقول لي وليدي يا ودي يا بنت الناس، قلنا السيد بلعوم تاعو قريب يتغلق، تقولي لي معليش نعطي له شويه حليب، معليش خلاص ما تزيديلوش ما تمديلوش، او تقريبا مغلوق تقريبا 90%. مساله حياه او موت بروفيسور الان. خلاص انتهى. صح. نعم. مازال تعقيد، راني رحت لها له غير بالعقل، خاطرش الناس لازم تعرف، خاطرش حاجه ويشوفوها زعما راني نخبي على حاجه. المهم 21 نقيموا الوضع، لما نقيموا الوضع نشوفوا ممكن بعد الالتهاب، بعد الكذا، بعد ردة الفعل تاع الجسم، بعد الأدوية، بدا ممكن، أنا أقول لك ممكن. نعم. ممكن أنه الفتحة اللي كانت شوية مزيرة ممكن تتفتحت شوية، فتحت شوية. سبحان الله. هذيك نخرجوها ونقول لها معليش أبدأي بالسوائل. نعم، الحليب. وشنو السوائل؟ الحليب فقط. أو يميكسي، وهذيك الآخر خيط شعر تاع الوسم تاع زروديه ولا ما لازمش ألوغ لا اللحم. ومتابعة بروفيسور. إيه، رانا نروح للمتابعة إذا كان. نعم، عندي. نعم، وقت. تفضل. دونك رانا درناها، لكن ومن بعد الأخطر من ذلك سيكوا الدعوة تزيرت إلى حد أن السيد ما يقدرش يطلع بعد 21 يوم، ما يقدروش نعطوا له ياكل، خلاص ما عندناش نتيجة في الأدوية. نعم، الدواء ما تديش نتيجة. نعم. نستنى ونصبر ونشوفوا. نعم. تزيرت الحالة، من المستحيل أنه قطرة ما تجوز، من المستحيل. على بالكم واش نديروا لهم؟ اللي زمان نقولها، نتقبوا لهم الاستوما تاعهم ولا الانتستان، سواء الانتستان خاصة. هو رضع بروفيسور، كل الاعمار، كل الاعمار، لكن الرضع الاخطر هو الرضع. نعم. الرضع نتقبوا لهم الاستوما، وانا نقولها ببساطة، انا نقولها ببساطة، شفتي ام تشوف وليدها متقوب هنايا؟ بروفيسور قبل هذا سؤال مهم، يعني المولود الذي بدأ يمشي أو يحبو ربما مبرر، لكن الرضيع هل هناك حالات في المستشفى بروفيسور تستقبلونا فيها شرب هذه المواد؟ عندنا ميم والمواليد، عندنا ميم 3 شهور، وش بيك؟ سبحان الله. يا أخي قلت لك مقبلة واحد غلطت في البيبرون، دارت لها لاسيد، دارت لها بودر تاع ما نشعف واش تاع الديكافور، يعني مع الماء. هنا ندقوا نفسنا. إيه، واش نقول لك أنا؟ يعني نقولها هكذا ومن بعد كل واحد يتحمل المسؤولية تاعو. قلنا الآن موالف، أنا موالف، قال بصح أم جينيرالمون سي دي جون مامون. صحيح. تلقاها بين عشية وضحاها البيبي تاعهم لاباس بهم، من حتى تلقى له تقبة هنايا نوكلوه من التقبة هذيك. يا أخي تعرفوا شوية كاين البلعوم يروح ليستوما، من ليستوما الأمعاء. صورة لا يتقبل. دونك هذا كان هنا نستنتجوا بأطباء الجراحة تاع الأطفال. نعم. السيسيست. ما نقولكش مشاكل اللي عندنا، مي الحمد لله رانا نديروا واش اللي علينا. نعم. لازم دي فوا لازم ربي يوفقكم، لازم اتصالات خاصه تاعنا. نعم. باسكو هذاك هذه وهذا. المهم. نعم. المهم اون اريف ا ريغلي لي بروبليم ان شاء الله. قال الوغ اسمعوا مليح، ممكن تساليني وذوك هذا التقبه، تساليني كأم تقولي لي وذاك التقبه هذه قعد حياتها كاع وهي بالتقبه، اوكي علاش نوكلوه من التقبه هذه؟ لان باش نطولوا اكبر مده مطولة للبلعوم هذاك، لعل وعسى ممكن فيها حل. نقول لك ممكن فيها حل، وراه الحل جوستوم، احنا رانا نوكلوه منا، وراه الحل. اولا نقولوا نزيدوا نطولوا في الادويه، ممكن في الاول كي تزيرت ما تفتحتش مليح، ممكن في ايماجيني باسكو لا ميديسين هذه ماهيش علوم دقيقه. نعم. تفتحت شويه. ايماجيني تفتحت. لك رعايه الله سبحانه وتعالى، كيما يقولوا باللغه العربيه نتربصوا بها. وكاين رعايه الله بروفيسور. هذيك. نعم. رعايه الله فوق. نعم. الجميع هذيك. صحيح. انا خلاص وليت تقني بزاف. صحيح. لان رعايه الله فوق، رعايه الله يرعاني قبل. صحيح. انا باش نداويه هو. صحيح. دونك راه تنفتحت شويه، وهذا مشكله كبيره، ما كاش مصالح لهذا الشيء الا تقريبا المصلحه تاعنا وحده. ويا ربي وشنو نديرو لما تكون شويه محلوله؟ نديرو سكون ابيلي ديلاتاسيون، هو انبوب مزير، واش نديرو؟ نسيو اون فالو ديلاتي، بصح ماشي تجي
ودخل فتح آلي دخل واسمه هذا أنبوب ولا مش عارف اون ابل سا دي بوجي اون ابل سا دي بوجي وفتح ويلا شغل يعني اسمحوا لي على لين اسمحوا لي على التعبير شغل بلومبري اني دي بوشيتو هاي الدعوه لا 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 لا, لا. بالتدريج كما الميكانيسيان عنده دي كلي يا اخي عنده داك لي كلي نيميرو 6 8 حنا نديروا له دي فوا خيط 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 تاع الحديد ها هو المرحله الاولى اذا كانت فتحت مليح صافا يجي مره ثانيه بعد ما شاء اسبوعين ثلاثه نزيدوا نعرضوا ب ب ب انبوب شويه كبير كاين دي فوا نروحوا لحتى 40 50 ديلاتاسيون وتمشي علاش على الاقل كاش ما نجبروا شويه في البلعوم هذاك سبحان الله صح دونك هو السيده وياكل منا باش اذا كان جبرنا منا غير نشوفوا الدعوه يبتلحت منا نخلقوها هذيك كله في المستشفى بروفيسور سعيد وي وي لا لا هذه يجي ويروح لدارو نعم حتى ما يقعدش في المستشفى عامين ولا ثلاث سنين المهم اذا كان كيما يقول ليفوليسيون اي فافورابل معناها لقينا النتيجه نعم كاين نغلقوا هذه الوسم تاع الاستوما لا سوب ميم لا سوب يمدوها منا نغلقوها ويكمل الاكل تاعو العادي فالعاد الاكل العادي لي ليكيد لي ليكيد اذا كان فريمون اذا كان عندنا نتيجه كاين ما لازمش نسودوا الامور اذا كان سا ديبون منين بدينا اذا كانت تعرضت يولي بالتدريج يعود كما الاخر هذه راكي شفتي المراحل هذو لي ديلاتاسيون نقولوا المرحله الاولاني مشينا فيها ونجحنا فيها بالسوائل احنا ما يهمناش احنا لو كان يقعد 3 سنين 4 سنين ياكل غير السوائل معليش المهم يدخل منا المهم برك يدخل منا الان ننطلق الى الحاله النهائيه بس احنا يا كل فرضيه في الطب مش برك قال ان شاء الله ما يكون غير الخير الا كان ما كاش خير دونك هاي الحالات هاي الحالات هاي الحالات الحالات الحاله القصوى اللي قدروا نوصلوا لها هو انه هذاك البلعوم من المستحيل انك تجعدو بلا ديلاتاسيون من المستحيل انه خلاص شتي لما تويو شتي تويو تاع البلاستيكي لما يتحرق واش يصرى يولي خيط صلاحيته يولي خيط نعم. منين نجوزي الخيط هذا واش نديرو ندخلوا شويه في التقنيات من الله على يتقفوا الناس واش تحب هذاك البلعوم اللي ما يصلحش اللي قعد خيط يتنحى كاريمون نحيو له مخصو قطعه من الامعاء الغليظه الدقيقه نجي جونوس نحيو له قطعه بتقنيات نحطوها له في البلعوم هذاك القطعه هذيك هي اللي عاود تخدم في تخدم في بلاصه البلعوم هذا لكن عندي ملاحظه باش الناس تفهم راني شويه دخلت شويه في تقنيات مي تحبي من بعد نوليو للصح هي لا بريفونسيون نعم ولا عندك لا بروفيسور واصل فقط هل هناك يعني حالات وفاه في هذا المجال بيان سور نعم بيان سور تكون حالات ما تموتش على جال على جال الحرقه هذه كل السموم ولا لي زاسيد نو السيد ما ياكلش و الجسم على بالك الحروق اسمعي مليح الحروق الحروق لما يتحرق واحد عم بالك يموت بالحروق ما يموتش بالحروق هناك ماده يطلقها واسمها الالبومين بروتينات تدفق الدفق يولي ايبو بروتيديمي يولي كاشيكتيك يروح ضعف الجسم وخاصه لي سور انفيكسيون نعم السور انفيكسيون الالتهابات لا لا التلوث التلوث نعم والجرثوم تاع التلوث مش جرثوم تاع لونجين ولا تاع لوتيت جرثوم قاتل يسميه لو ستابيلوكوك هذاك اللي يدير القيح وفوق الاخر دونك يموتوا بالاشياء هادو بالعقل 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 حتى يروح وكاينين اللي يموتوا انيا انيا لو شوك هذاك وما نش عارف واش دونك باش نلحقوا لهذه حتى العمليه هذه حتى العمليه هذه عمليه يسميها بالياتيف لانه ربي سبحانه كل حاجه دارها ب بنظام مش البلعوم هذا عنده ان سيستم تاكل انت يا تاكل انت يا واقفه ولا راقده ولا منات الماكله تروح تروح لكن الانتيستا عنده وظيفه واحده اخرى دونك لما دير هذاك الانتيستا لهنايا الوظيفه تاع الانتيستا مش كيما الوظيفه تاع البلعوم هذا الوغ لازم نديروا له هذيك بصح لازم نديروا التقنيات هو اللي يدخل الماكله هذه شويه جاي يحبطها هذيك الماكله لانه مش خدمه تاعها دونك بصفه عامه علاش خصصت هذه الحصه هذه الثانيه باش نفهم لكم اي استهزاء اي تفريط واش دانا المراحل هذو واش دانا المراحل هذو بروفيسور انا راح نسالك سؤال هنا ربما بعيد شيئا ما لكن عنده علاقه أروح. بروفيسور ما هو السبب اللي تعتقد ربما انتم تسالون في المستشفى كيف شرب
كيف نسألوا بزاف؟ نعم، ما هو السبب الرئيسي؟ نسألوا بزاف ودرنا دراسات بزاف. بصح وحدنا ما نقدروش، يعني نعم. وحدنا نعم. انا ماذا بيا نعرف المخ تاع لا، والله غير نعطيك اون انيكدوت وفهميها لي. البارح برك شفت مراه، ان شاء الله برك تسمع فيا باسكو انا شويه قبيح في المصلحه. عندي عام نحيت لها كاوكاو لوليدها، عام عندي اقل من عام نحيت لها كاوكاو من الصدر تاع وليدها. البارح عندي السمانه اللي فاتت جات، واشنو طلبه جاوا بريزونتاوها لي، قالت لي جيت وحده واقيلا بيبي تاعها بلا بلاستيك في لي بومو. فهميها لي اجتماعيا ولا سوسيولوجيا ولا نفسيا، فهميها لي. والله غير ماشي كنت نقصر، كنت زعفان شويه، قلت لها شوفي انتيا، قلت لها انتيا نجيب لك لابوليس، يعني صدمتها بالعاني. واش تهضر مع مازال نجيب لها طبيب النفساني هذه؟ قلت لها انتيا لازم، باسكو ما كانش ظاهره، ماشي ظاهره زعما طالقه روحها زعما لاباس بها مش عارف واش. قلت لها انتيا في البلدان المتقدمه انا شغل زدت شويه من خاطر خلاص كيفاش عام الضغط بروفيسور يولد لا مش الضغط نعاود لها لو كان جي نعاود لها مش الضغط انتيا عندك عام نحيت لها من لي بومون، عام بعد تقول لي بلاستيك راح لها لي بومون. لا الضغط عليك بروفيسور لي لا باسكو انا قلت لها نجيب لها لا بوليس هكذا برك مي وفات في العالم في العالم هذا اللي قلت لك في العالم المتقدم تمتم لو سيرفيس سوسيال يجي لو سيرفيس سوسيال احنا والله غير نقولها اين الخلل. احنا عندنا دي 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 اسيستون سوسيال نعم ويسمعوني وما على باليش كاع عندك لاسيستون سوسيال اين الناس هذه هي المشكل. تقعد يعطيو لها البيرو سواء في السبيطار سواء في مش عارف وين، تقعد في البيرو وتقعد في البيرو 24 لاسيستون سوسيال الاسئله هذه اللي راكي تساليهم. انا نقولها مدام تفضلي ارواحي هي تخدم وي وين تسكني واش تسكني بالك تسكن بناء فوضوي بالك دا بالك مشكله في الدار بالك هذه بالك هذه هي تقعد لي مانيش عارف وانا يا لانه تربح كلام كل كبير بروفيسور لانه هذا ربما صحه تعبير هذه الحوادث تحتاج الى دراسات معمقه نفسيه واجتماعيه إيه. نسحق فقط نتائج الدراسات وخلفيات هذه الحوادث حتى تحكموا حتى الدوله تتدخل حتى الاطراف المعنيه تتدخل على كل حال ما نقولش الدوله تتدخل واحد البروبليم السيستمي اللي بيان راه نعم كل حاجه نعم نعم. انا قلت لك لا بالتوعيه والاشياء عندنا اسيستون سوسيال نعم. هاي الدوله وفرت لك اسيستون سوسيال نعم. لازم تجي تقول لها واش لازم ديري صحيح. نعطيك والله غير ربي فكرك في شهاده مرتين امين على بالك لما نديروا هذا الطلبه ما كان حتى ما زال دقيقه نعم. بعد نعم. دقيقه بعد نعم بروفيسور نعم ما نغفلوا حتى جانب ما هي تداعيات الاجتماعيه لهذا الشيء الطلاق الطلاق نعم نعم طلقوا قدامنا نعم ممكن نعم قدامنا نعم. طلقوا نعم. نعم نعم صحيح قدامنا ونقول لك حاجه من طبقات متثقفه ماشي زعما قال متثقفه نعم يقول لها بون كملتوا مع الاطفال خليني من بعد على بالي واش ندير الحق هاي التداعيات بون وانا يعني ندير اون بارونتيز الام نطيحوا على الام انا هكذا شوي ديزولي لما تقول لي طيح على الام باسكو لو كان هو يسكت يجي السيد يروح وما على باله ما كان حتى واحد يحاسبه غير الام اللي تتحاسب غير الام اللي طلقتها باسكو غفلت وخاصه هذه يما كي كنا صغار كي تدينا عند جده من جهه يماها تترعد ما تجي تتهنى حتى تجيب لنا باسكو تقول لك كانت عند يماكم تصرى هكذا بالجزائر لو كانت تصرى عند يمات على الراجل ما كاش مشكل بصح لو كانت تصرى عند يمات الطفله وقالت قال لها غير ما تجيش قعدي لتم دونك هذيك التداعيات جانب من الجوانب ولا بريفونسيون راكم على بالكم بها وكل واحد يعرف في المنطق تاعو واش يدير. بروفيسور سعيد اسماعيل نشكرك على حضورك ان شاء نعم. الله تكون الرساله وصلت نحن ان شاء الله نهيب بكل من له يعني قدره او استطاعه ان يساهم في التوعيه والارشاد سواء كان داخل الاسره او خارج الاسره صديق من له اولياء اولاد رضع من هم سيقبلون على الزواج عليهم ان ياخذوا بعين الاعتبار كل هذه الامور الخطيره التي تحدث عنها بروفيسور سعيد اسماعيل ان شاء الله في ميزان حسناتك بروفيسور إن شاء الله. إن شاء الله. نحن نحترمك جدا في قناه القران الكريم احترام متبادل وان شاء الله ربي يعينك على هذا المسؤوليه إن العظيمه ان شاء الله تعالى ونلقاك فرص اخرى ان شاء الله تعالى إن شاء الله. هذا ليس غريب على كل جزائري انه يحاول قدر المستطاع يعني انقاذ الارواح والمساعده ان شاء الله تعالى في حل المشاكل شكرا إن شاء الله. بارك نعم. الله فيك نعم. اذا مشاهدينا الافاضل ندعوكم الان لمتابعه ابتهالات من قناه القران الكريم ابقوا معنا ان شاء الله تعالى لازال الخير مستمرا عبر خمسه
التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. أعتقد أن الخطاب الذي تشاهدونه عبر هذه القناة هو خطاب يعني صادق، خطاب من العقل إلى العقل، من القلب إلى القلب. إن شاء الله تعالى نستطيع الرقي بالجزائر. وحتى البروفيسور سعيد إسماعيل قال لي أنه بعض المؤشرات التي تحسب للدول أنها متقدمة وأنها متخلفة وأنها سائرة في طريق النمو هي هذه التوعية إن شاء الله تعالى بهذه الحوادث وتفاديها قدر المستطاع. إذن نترككم مع ابتهالات ونعود بعد ذلك بحول الله تعالى، ابقوا معنا. الشمس في حسنها أشعتها مثل أبهى حلا، تسير وتعلو بجو السماء، تبث ضياها علينا ضحى. يلا دنيا يا سبورة، يلا واسل يا دنيا، يلا ألبسوا ألبسوا الثياب. عندما يشارف العام الدراسي على نهايته وقبل امتحانات نهاية السنة تأخذ المؤسسات التربوية أشكالا مغايرة، ينهمك الجميع في المراجعة النهائية التي تشمل كل البرنامج لتلك السنة. الحمد لله بربي قدرنا وكملنا البرنامج، كملنا البرنامج السنوي خاصة السنة الأولى في جميع المواد الحمد لله. الآن في هذه الفترة 15 يوم إن شاء الله أنا في إدماج، أنا في إدماج، نحاولوا القدر الممكن أنه نحقوا المخرج من السنة الأولى اللي هو القراءة والكتابة. الحمد لله ربي قدرنا كما كتشوفي تلاميذ راهم يقرأوا قراءة الحمد لله مسترسلة، راهم يحسبوا مليح. كي تتعبي تلقاي نتيجة، تلقاي نتيجة في التلاميذ، تلقاي في التجاوب معهم الحمد لله. مع أن الهدف ذاته إلا أن كل مؤسسة تعتمد طريقة معينة تراها مناسبة لتثبيت المعلومات وتمكين الطالب من الحصول على نتائج جيدة والمرور إلى قسم أعلى. سنة رابعة متوسط حالياً في هذا الفترة اليوم درنا تصحيح الاختبار، تصحيح اختبار الرياضيات. لازم التلميذ يشوف الأخطاء دياله، وين أخطاء وين دار صحيح إلى آخره. كي نكملوا البرنامج نحضروا لامتحان شهادة التعليم المتوسط من خلال تمارينات، من خلال أسئلة من عند التلاميذ. احنا نحضروا لهم سلاسل تمارين، سلسلة تمارين يحضرها التلميذ في البيت، احنا نجوا لهنايا نصحوها في القسم جماعيا. التلميذ وين يعرف اللهم بارك أو عرف حاجة اللي لقى فيها صعوبات نركزوا عليها ونعودوا نراجعوها. هذه المرحلة يكون البرنامج المقرر لهذه السنة نكونوا في نهايته، كملنا البرنامج ندخلوا في مراجعة كسنة نحضروا فيها الخامسة ابتدائي. راح يكون دروس تقريبا نفس الدروس اللي يقراها التلميذ في الخامسة ابتدائي لازم يقراها في السنة الرابعة. هي أصعب سنة بالنسبة للابتدائي، التلميذ أسهل سنة له هو الخامسة، يكون تلقى التلميذ كل شيء في الرابعة. المراجعة والتحضير لامتحانات نهاية السنة هي فترة ينتابها الكثير من العمل والجهد، لأن الأمر يتعلق بجني ثمار غرس سنة كاملة من العمل. بعد عودتنا من الامتحان التجريبي للسنوات الرابعة اللي دام 3 أيام، نحن في فترة مراجعة لتحضيرا لاختبارات الفصل الثالث. مع العلم أن بالنسبة للتدرج السنوي للغة العربية أشرفنا على نهايته، ما بقي من التدرج السنوي إلا فهم المكتوب. بدأنا الامتحان التجريبي يوم 15، 16، و17، وهذا درنا هذا الامتحان شغل سي لو بي وان بطريقة تاع الامتحان. التلاميذ كانوا محضرين وحسسنا لهم بلي راهم في امتحان، زيتي بلو سيريو، كانوا بجدية، حتى حسينا روحنا احنا رانا في امتحان تجريبي. كانت ضغوطات كبيرة بالنسبة للتلاميذ. احنا برمجنا رحلة
للتلاميذ قبل الامتحان شهادة التعليم المتوسط. تلألأت الشمس في حسنها أشعتها مثل أبها حلا تسير. إذا مشاهدينا دائما متواصلون معكم عبر قناة القرآن الكريم إن شاء الله تعالى إلى غاية منتصف النهار، ابقوا معنا في المتابعة. بعد قليل نستقبل إن شاء الله تعالى ركن أمنكم وحديث عن دور الجمعيات في المجتمع المدني، من بين أيضا مؤشرات التقدم مساهمة المجتمعات أو الجمعيات أقول من هنا وهناك في دعم حركة النمو والتقدم في الدول. إذن حديث عن دور الجمعيات إن شاء الله تعالى في تقدم ورقي الدول مع منظمة حمايتك والأستاذة ماريا رجب، نستقبلها بعد هذا الفاصل. تلألأت الشمس في حسنها أشعتها مثل أبهار. إذن السلام عليكم، صباح الخير. وعليكم السلام. أستاذة ماريا كيف الحال؟ أسعد صباحك وصباح مشاهدي كل مشاهدي قناة القرآن الكريم وقناة العائلة الجزائرية. أسعد أيما سعادة عندما أستضيف الشباب وشابات الجزائر. شكرا جزيلا. يأخذن ويأخذون على عاتقهن يعني فعل الخير، التوعية والإرشاد في المجتمع من خلال الجمعيات. انخراطكم في الجمعيات هو يعني انخراط راقي جدا، البحث عن سبل النجاح بين قوسين وعن سبل دعم الخير في الجزائر الحبيبة ودعم التوعية والإرشاد وحركة إن صح التعبير النمو في الدول المتقدمة. إذن حديثنا اليوم عن دور الجمعيات. ماريا، ماذا حضرت لنا الأستاذة ماريا اليوم رجب عن الجمعيات؟ شكرا جزيلا. نعم، على الكلام الطيب وشكرا على الاستضافة. نعم. لقد لبت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك حمايتك دعوة الرئيس المرصد الوطني، نحييه بالمناسبة، السيد عبد الرحمن حمزاوي. نعم. الذي أقيمت نظمت يومي 14 و15 من مايو 2022 وأقيمت في المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة بعين. نعم. البنيان. نعم. بحضور كل من إطارات الدولة السامية والجمعيات الفعالين. نعم، دائما هناك دعم من الدولة بالدعوات وكان. نعم. شرف لنا. ماذا وجدت ماريا يعني بصفة خاصة في الجمعيات؟ ماذا أعطتك هذه الروح الجمعوية صح التعبير؟ ماذا تعطيه للشباب؟ أكيد هناك دفع للعمل، دفع للاتصال والتواصل مع مختلف الطبقات إن صح التعبير، النخب إلى آخره. ما هي الحاجة التي أعطتها الجمعية لماريا رجب بصفة خاصة؟ يعني صح قبل الولوج للحديث عن الجمعيات بصفة عامة. قبل الولوج إلى الجمعيات نلجأ إلى تعريف صغير عن. نعم. المرصد الوطني للمجتمع المدني، هو عبارة عن هيئة دستورية. نعم. هيئة دستورية استشارية تشاورية متكونة من 50 عضو، كانت لها عدة أهداف في هذا المنتدى. كان الوقوف على واقع تحديات وتجسيد الديمقراطية التشاركية، وكان أهم تانيك هدف فيها هو ضبط وإرساء آليات الشراكة الفعالة بين المجتمع المدني ومختلف الهيئات العمومية. نعم. هذه كانت أهم الأهداف اللي متواجدة في المرصد الوطني للمجتمع المدني. نعم. من بعد ذلك نعلم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. نعم. أعطى يعني أهمية كبرى لدور المجتمع المدني في بناء دولة جزائرية. نعم. إلى أن قد شهدت فعاليات الندوة الوطنية الديمقراطية التشاركية، يعني نظمت 4 ورشات. نعم. متنوعة عملت فيها تمحورت على عناوين متعددة. كانت الورشة الأولى تتكلم على مساهمة المجتمع المدني في رسم سياسات عديدة، السياسات العمومية والتنمية الشاملة. أما فيما يخص الورشة الثانية تمحورت على الآليات ومشاركة وإدماج المجتمع المدني على مستوى المحل، يعني. نعم. في البلديات وما غير ذلك. أما فيما يخص في الورشة الثالثة تمحورت على أسس ممارسة الدور أداء المجتمع المدني، وآخر ورشة
كانت فيها أسس ممارسة الدور الرقابي للمجتمع المدني. هذه أهم الورشات اللي كانت متواجدة. نعم. في ربما هذا بشكل رسمي وهو متميز وهو الذي يعطي الدفع الأول لعملية الحركة الجمعية. أنا أريد أن أتحدث عن ماريا رجب والجمعيات. ما الذي استفدته أنت شخصيا وما الذي يستفيده الشباب في الانخراط بمختلف الجمعيات؟ نحن في قناة القرآن الكريم نستضيف الشباب بين الفينة والأخرى للحديث. مثلا أنت اليوم معنا للتمثيل جمعية حمايتك، فبالتالي التوعية والإرشاد بمختلف الموضوعات المهمة في الحياة وفي المجتمع الجزائري بصفة خاصة. ما الذي تعطيه الجمعية بصفة خاصة للشباب؟ المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق المستهلك تعطي كل التوعية الثقافية. نعم. تنزل الميادين، تعطي إرشادات، تعطي نصائح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحتنا. نعم. متواجدة على الفيسبوك. نعم. كما أنه هذا المرصد الوطني ساعدنا بزاف على حيث أن تخمدت فيها عدة توصيات ستمكن هذه الجمعيات. نعم. المجتمع المدني مستقبلا من إيصال انشغالاتها بأعلى هيئة في البلاد. نعم ممتاز. ما هي الأجندة إصحة التعبير؟ ما هي الأجندة التي حضرتها منظمة حمايتك ونحن في فصل الصيف ونحن عمقبلون يعني على عدة مشاريع تشهدها الجزائر، الدخول الاجتماعي إن شاء الله تعالى القادم، موضوعات تطرح نفسها بإلحاح من هنا وهناك في من خلال ربما عدة مجالات اقتصادية اجتماعية نفسية. ما هي الأجندة منظمة حمايتك؟ منظمة الدفاع عن المستهلك كل يوم تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. إرشادات ونصائح كل يوم إلى أين تطرق، كما مثلا نطرق إلى تكلمنا على كيف يمكن شراء النظارات الشمسية. نظارات شمس، تكلمنا على النظارات الشمسية، تكلمنا على الأدوات الكهرومنزلية كيف يمكن اقتناؤها بالطريقة الصحيحة وكيفاش نقدر نستعملوها في المنزل بطريقة بعض الأسر تغيب ععنها واحد المعلومات متواجدة. نعم. في يعني في تيليكوموند لتغيير البث قنوات البث في الكهرومنزلية. نعم نعم أيضا. ونزلت ثانية عدة منشورات توجه فيها وتنصح وترشد. عملكم أستاذة ماريا يعني هكذا في الجمعية، هل هناك مواقع تعتمدونها، باحثين دارسين دراسات خلفية تعتمدونها؟ هل يعني مرة سابقة لما أتيت وتتحدثين عن النظارات الشمسية كان الموضوع مهم جدا وكنت حضرت مجموعة من المعلومات. إلى ماذا تستند، على ماذا، ما هي الخلفية التي تستند إليها جمعيتكم حال الحديث عن مختلف الموضوعات المهمة داخل المجتمع؟ يعني احنا نوعيو الشعب هذا اللي تغيب عنه عدة معلومات كما قلتي، وحنا دائما نسعى باش نرشد وننصحهم ونوعيوهم ونوري لهم طريقة نخرجوهم من السلبيات للإيجابيات. نعم. ونعلمهم كيفاش يقتنيوا جميع المنتوجات، نوروا لهم كيفاش وين يروحوا وين يذهبوا وكيفاش تكون الطريقه الصحيحه. نعم. هل هناك صدى، هل هناك تجاوب، هل يعني أكيد مواطنين يتصلوا بالجمعيه يبلغوا ثقافه التبليغ؟ هذه تعود لثقه المواطن في المنظمه. نعم. يجب ان يضع كل ثقته فينا. نعم. ونحن نقوم ان شاء الله وربي قدرنا بكل المجهودات ونلبي كل الطلبات. اخترتم قناه القران الكريم، لماذا هذا الاختيار؟ لانه نعلم انه قناه القران الكريم ليست يعني خطابها خطاب عقلي ان شاء الله تعالى، لديه خلفيه يعني الشريعه الاسلاميه دائما وثقافه الإقناع مهمة جدا من خلال خلفيات الشريعة الإسلامية، فلماذا اخترتم قناة القرآن الكريم بالذات لبث هذه الكلمات الطيبات وهذا المضمون الإعلامي المتميز؟ اخترنا قناة القرآن الكريم ويشرفنا لأن اخترنا هذه القناة وهذا شرف لنا، نختاروها باش نلحقوا الميساج اللي أنا حابينهم إن شاء الله، وإن شاء الله لكل العائلات البيوت الجزائرية تتقبل هذه النصائح والإرشادات اللي رانا كل يوم نبارطاجيهم وننشروهم عبر صفحتنا في الفيسبوك. إذن ستبقين معنا إن شاء الله تعالى ربما في الأسابيع القادمة إن شاء الله بحلة للتوعية بمختلف الموضوعات إن شاء الله. في الأخير كلمة أخيرة عن دور الجمعيات في الرقي والنمو البلدان بصفة عامة. أكيد أن هناك خلفيات وإرهاصات تعمل لأن الدول المتقدمة بصفة عامة أو هذا المسار لا يمكن الابتعاد عنه لأنه مؤشر من مؤشرات النمو، الانخراط في الجمعيات الخيرية، في الجمعيات التي تتخذ على عاتقها التوعية والإرشاد، أكيد أنه مسار صحيح ومسار مهم إن شاء الله تعالى في تطور وتقدم الدول. ما الذي تحدثنا عنه في الأخير أستاذة ماريا رجب؟ إن شاء الله ربي يقدر لكل في خير وإن شاء الله هادو ما ليكونوا
أعضاء ونكونوا كلنا خاوة كما قال واحد ونتحدوا باش نفعلوا خير في هذه البلاد ونحسنوا ونحسنوا ونحوا كل ما كاين رداء أو كل ما كاين سلبية ترجعوا إن شاء الله في الإيجابية. ومستوى التعاون بين جمعيات بصفة عامة كيف هل يمكنك أن تحدثنا عنه مثلا بين منظمة التي هي التي تشتغلون فيها وأيضا جمعيات أخرى، ما هو مستوى التعاون والتنسيق؟ إلى أي مدى يمكن لأن مستوى التنسيق بين الجمعيات في الجزائر أن يخرجنا أو أن يضع خطط للمستقبل واستراتيجيات للنمو في مختلف المجالات؟ نعم، نضع خطط واستراتيجيات تكون متوافقة فينا فيما بعضنا ونقوم بفعل الخير بأتمام ما يكون. شكرا بارك الله فيك، نلقاك في فرص أخرى إن شاء الله، سعدت باستقبالك إن شاء الله تعالى. هذا دائما قناة القرآن الكريم تشجع الشباب والشابات إن شاء الله تعالى في مختلف المجالات، وبالتوفيق لكم إن شاء الله تعالى. شكرا. إذا مشاهدينا الأفاضل ندعوكم مع هذا الفاصل الذي يقترحه عليكم الطاقم العامل بقناة القرآن الكريم خلف العارضة التقنية، رجال ونساء واقفون إن شاء الله تعالى الصهر على هذا البث المباشر ويساعدونني أيضا في إعطاء بعض الأفكار التي أطرحها هنا للنقاش. إذن شكرا لكم أيها الزملاء الأفاضل وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الأفاضل، ابقوا معنا فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. لازال الخير مستمرا عبر خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم في الجزائر. باسمك نبدأ يا الله توهاب، سهل لي كلمة عزيزة نبدأ باسمك نبدأ يا الله أنت وهاب، سهل لي كلمة عزيزة نبدأ بكات أم الخير بكات بكات أم الخير قالت عزي غابة سامع عليك والحنان أميبتي ما نساك يا ربي خلقي مولاي يا عيني وعلاش دمعي جرايا من وحش لأمي ما رايح نهبل من سنين طويلة وخيالها معايا لحب حني لا 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 حب حني عني أنا يسوي يا من يا صلوا على النبي وزدوا الصلاة صلوا على النبي وزدوا الصلاة ده كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته ده كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته صلوا على النبي وزدوا الصلاة صلوا على النبي وزدوا الصلاة ده كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته ده كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته صلوا على النبي وزدوا الصلاة صلوا على النبي صلوا على الحبيب وزدوا الصلاة ده كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته ده كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته آه يا بير زمزم شبابك سلاسل آه يا بير زمزم شبابك سلاسل وشربا منك دوا للعليلا والشربا منك دوا للعليلا صلوا على النبي وزدوا الصلاة صلوا على النبي وزدوا الصلاة ده كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته
كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته وادعي لي يما من فوق المنامة وادعي لي يما من فوق المنامة وادعيت لي يا بني يا بني تيجي بالسلامة وادعيت لك يا بني يا بني تيجي بالسلامة صلوا على صلوا صلوا وزيدوا الصلاة صلوا على النبي وزيدوا الصلاة ده كان إلهي القمر محمد افهم لغاته ده كان إلهي القمر محمد افهم لغاته وادعي لي يا أما من فوق المنامة وادعي لي يا أما من فوق المنامة وادعيت لك يا بني يا بني تيجي بالسلامة وادعيت لك يا بني يا بني تيجي بالسلامة صلوا على صلوا صلوا وزدوا الصلاة صلوا على النبي وزدوا الصلاة ده كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته ده كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته يا طير الورش يا نواي ودو قلبي وقلبي معكم لحمد العدي ناي للقبلة وزيدوا حدكم للقبلة زيدوا حدكم يا طيور الورشة يا نار ودو قلبي وقلبي معكم لحمد العدي للقبلة زيدوا حدكم للقبلة زيدوا حدكم يا طيور الورشة يا نار ودو قلبي قلبي معكم لحمد العدينا للقبلة زيدوا وحدكما للقبلة زيدوا وحدكما يا طيور الحمام للي زيتوا في مشاكم يا طيور الحمام للي زيتوا في مشاكم قلبي رفرف طاغا وعلو زادوا بهاكم قلبي رفرف طاغا لو زادوا بكم يا طيور الورشة يا نار ودوا قلبي قلبي معكم لحمد العدنان للقبلة زيدوا أمان 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 يا طيور الورشة يا نار أمان أمان وفي قناة القرآن الكريم دائما تنويه بضرورة الصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين. قناة القرآن الكريم دائما تقتفي أثر الباحثين والبحث والحركات العلمية في الجزائر، حيث تنظم الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بولاية الأغواط وبمعية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تنظمان الملتقى الدولي سيدي عبد الجبار التيجاني رحمه الله، وهذا ابتداء من نهار اليوم حيث انطلقت الاحتفائية بتلاوة جماعية للذكر الحكيم. وقد حمل الملتقى هذه السنة عنوان العارف بالله سيدي عبد الجبار المجاهد الصادق والمربي الحكيم. تركز محاور الملتقى مشاهدينا الأفاضل هذا الملتقى الدولي الذي ألفت الجزائر على تنظيمه كل سنة أو كل عام، تركز على أثر الطريقة التيجانية في بناء شخصية سيدي عبد الجبار، سيدي عبد الجبار ومساهمته في النضال الثوري والبعد التربوي والروحي في فكر سيدي عبد الجبار رحمه الله. البعد الدولي للطريقة التيجانية في فترة خلافة سيدي عبد الجبار كانت هذه أبرز المحاور التي سيركز عليها الملتقى الدولي المنظم إن شاء الله تعالى اليوم وغدا بعين ماضي بولاية الأغواط.
المداخلة أو الملتقى ستتخلله وصلات إنشادية وقصائد شعرية. ولنا عودة مشاهدين الأفاضل لمجريات الملتقى إن شاء الله تعالى عبر خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم بمختلف التغطيات للزملاء هناك وبمختلف البرامج إن شاء الله تعالى الثرية التي ينقلها لنا الزملاء من عين ماضي بولاية الأغواط إن شاء الله تعالى. بالتوفيق لكل الباحثين والعلماء ولعلماء الجزائر والذين أتوا من داخل الوطن وخارجه إن شاء الله تعالى للاحتفاء بالعلم والعلماء. إذن مشاهدينا الأفاضل لازلنا نتواصل معكم عبر خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم، فاصل ونواصل بإذن من الله سبحانه وتعالى. تلألأت الشمس في حسنها أشعتها مثل أبهى حلا تسير وتعلو بجو السماء. إذا مشاهدينا الأفاضل نواصل التعريف بجمعية حورية إن شاء الله تعالى والتأهيل الصحي للزواج، التأهيل الاجتماعي النفسي والصحي. كنا الأسبوع الفارط تطرقنا لكيفية التأهيل النفسي والاجتماعي للزواج حتى يكون زواجا سليما صحيحا إن صح التعبير، دائما بخلفية علمية وشرعية. نحاول دائما وضع اقترابات من هذه المؤسسة، من هذه النواة التي إن فلحت فلح المجتمع جميعه. مع اليوم دائما مع نفس الجمعية نستقبل الدكاترة الدكتورة زينب بن صالح والدكتورة نصيرة شناوي. مرحبا بك دكتورة زينب بن صالح، طبيبة عامة مختصة في التغذية في قناة القرآن الكريم. اليوم نتحدث عن الشق الصحي إن صح التعبير في موضوع التأهيل للزواج. مرحبا. مرحبا بك. بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء جدا بهذه الاستضافة من برنامج ضحى لقناة القرآن لجمعيتنا. نحن في مشروع لدينا للتأهيل الزواجي في شطره الثاني وهو التأهيل الصحي. نعم. حيث يعمل على تدريب المتدرب من الناحية الصحية. فحتى يكون المشروع مشروع لبنى للتأهيل الزواجي مشروعا كاملا متكاملا، فنحن بحاجة إلى أن نبني المقبل على الزواج والمقبلة على الزواج من عدة نواحي. نعم. من الناحية النفسية والاجتماعية الصحية الجنسية ومن ناحية الأمومة والطفولة. نعم. فإحداث التوازن بين هذه المحاور يجعل مشروع لبنى مشروعا متكاملا نستطيع من خلاله إعداد أسر جزائرية متوازنة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أيضا معنا الدكتورة شناوي نصيرة طبيبة عامة أيضا. السلام عليكم، مرحبا بك في قناة القرآن الكريم وبالخير الذي حملتموه اليوم لقناة القرآن الكريم وهذا الخطاب إن شاء الله تعالى الذي يصل العقول ونقتنع بضرورة التأهيل للزواج حتى لا تكون مشاكل بإذن من الله سبحانه وتعالى. مرحبا بك يا أختي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا، السلام على المشاهد الكريم. أشكر قناة القرآن الكريم على هذه الاستضافة وبرنامج ضحى. تكملة لما قالت أختي، مشروع لبنى هو مشروع رائد بامتياز إن شاء الله، يحمل في طيته الخير الكثير للمجتمع الجزائري والأسرة الجزائرية بالخصوص. نحن في الجانب التأهيل الصحي نكمل الجانب النفسي والاجتماعي، يعني هو برنامج متكامل يعني من كل المجالات. في التأهيل الصحي نتطرق إلى ثلاث محاور رئيسية اللي هي التغذية الصحية، التأهيل الجنسي، التأهيل الزواجي الجنسي، والأمومة والطفولة نعم ممتاز. الحديث أيضا شيق واليوم متميز. المشرع الجزائري دكتورة زينب بن صالح لم يغفل التوافق النفسي والاجتماعي والصحي، لكنه في بعض الأحيان لم يفصل أكثر، فبالتالي التفصيل ترك لأهل العلم لأهل الاختصاص حتى يفصلوا أكثر في هذا التوافق الصحي إن صح التعبير. ماذا نقصد بالتأهيل الصحي أو التوافق الصحي بين الزوجين قبل الزواج؟ بارك الله فيك. فعلا يعني ديننا دين متكامل، فيعني نحن نريد من المقبل على الزواج والمقبلة على الزواج كما تكون متقنة للأمور الفقهية والشرعية والنفسية والاجتماعية، عليها تدرك أيضا أن الجانب التغذوي نقصد بها التغذية الصحية، فهي تكسب أيضا المقبل على الزواج والمقبلة على المقبلة على الزواج أيضا تكسبها
راحة نفسية وكمال في الجسم، لأنه بالتغذية الصحية شطر التغذية الصحية فقط التغذية الصحية تكسب صاحبها مناعة نعم. في الجهاز المناعي نعم. يعني بالتغذية الصحية يرتفع الجهاز المناعي لدى الشاب والشابة المقبل على الزواج، يكسبها أيضا البعد عن الأمراض المزمنة. صحيح. بوجود غذاء صحي متكامل يستطيع المقبل والمقبلة على الزواج أن تحافظ على وزنها، أن تكون في قدرات عقلية يعني جيدة نعم. وبالتالي يكون درعا واقيا أمام صحيح. حالات الاكتئاب، حالات الضغوطات النفسية وحالات القلق. فنريد من هذا الشطر فقط المحور، محور التغذية الصحية، نريد أن نفهم يعني نحن لا نريد أن يعني أن نعد أطباء في التغذية، ولكن فقط نعطيهم مفاهيم أساسية بحيث يكون نمط حياتهم نمطا صحيا سليما يكسبهم قوة، لأنه بوجود غذاء صحي يكسب الفرد طاقة وحيوية يستطيع أن يكمل نشاطه ويعني وحيويته. نعم. دكتورة زينب بن صالح، ربما أحد المشاكل العويصة التي لن ننتبه إليها هي مسألة التغذية. ربما في مسألة التأهيل للزواج هناك ربما تحاليل طبية، هناك بعض الأزواج الذين لا يصلحون إن صح التعبير، هناك أمراض في بعض الأحيان تصيب الأطفال. هل نحن في الجزائر نستعد ولدينا قابلية لمناقشة هذه الموضوع على أرض الواقع؟ لأن الجانب الصحي في الزواج مهم جدا وحساس، وبعض الأحيان يكون فيه حتى طابوهات، وسنصل الحديث إن شاء الله تعالى الموضوعات حول ما يمكن أن يكون طابوا في بداية أو قبل الزواج ويتحول إلى مشكل عويص بعد الزواج ويكون يعني خلفيته حتى طلاق. فبالتالي التحاليل الطبية والتحاليل العلمية صح التعبير والخلفيات العلمية التي تحكم الزوجين قبل الزواج مهمة جدا. إلى أي مدى يمكن أن نجعل أو نرفع من مستوى الوعي عند الزوجين بضرورة اتباع، ربما قبل اتباع نظام صحي، قبل تغيير العادات الغذائية السلبية من سلبية إلى إيجابية، كيف يمكننا التوعية بأهمية أن الزوجين يكونان يعني مثلا في توافق صحي إن صح التعبير بينهما؟ الله فيك فعلا، يعني وهذا نحن خصصنا له محورا نظرا لأهميته، للأهمية البالغة لضرورة الصحة لكلا الطرفين، خصصنا له محورا خاصا وهو التأهيل الجنسي. نعم. ونحن من خلال التحاليل، يعني هناك يعني في نظامنا موجود تحاليل طبية لكلا من الزوجين. صحيح. فالفحص الطبي لكلا من الطرفين الزوج والزوجة والتحاليل ويعني الكشف المبكر إن كانت هناك أمراض جنسية ممكن متنقلة. نعم. يكشفها الطبيب عن طريق التحاليل، نستطيع من خلالها أن نكون إن كان مصابا فنوجهه إلى العلاج المناسب، وإن لم يكن فيعني نبارك يعني لهاتين الطرفين بالزواج. نعم. وهذا نخوضه من خلال مشروع لبنة يعمل على توعية كل شاب مقبل، كل شابة مقبلة، يكون يعني التحاليل ليست هي يعني في تحاليل هكذا يعني نديروها، ممكن نديروها ممكن ما نديروها، بطريقة علمية محضة. دائما هناك توعية، هناك يعني نعم. كلام، هناك تواصل واتصال مع هؤلاء الزوجين صح نعم. التعبير. نعم نعم، حتى أنه نحدوا لهم ونفهموهم ما هي المشاكل الزوجية الجنسية اللي ممكن توقعوا فيها. نعم. ما هي يعني الكشف للتحاليل يعني ممكن اللي راح يورينا بالعكس يعني راح تسهل الحياة الزوجية، مش حتصعب. نعم. بالعكس هي راحة وطمأنينة لكلا الطرفين، كلا نعم. من الزوج وكل من الزوجة. نعم. دكتورة أيضا شناوي نصيرة، موضوعات اليوم يتطرق لها من هنا وهناك من مختلف المنصات، ربما صحة التعبير بين قوسين غير راقية، غير ليس لديها مصداقية، الصورة الذهنية تروج لعلاقة ربما بعض الأحيان غير طبيعية بين الزوجين. ما هي العلامة؟ ما هي كيف يمكن للجمعية، كيف يمكن للجزائري الطبيب ويعني طبيب نفساني في علم النفس وعلم الاجتماع وأيضا الطبيب بصفتكم في الطب العام، كيف يمكن أن يقنع الشاب والشابة الجزائرية بضرورة إقامة العلاقة، ربما علاقات ودية أو جنسية يعني طبيعية، والبعد عن كل ما يمكن أن يشوه هذه العلاقة من هنا وهناك ويجعلها غير طبيعية ويؤدي إلى مشاكل عويصة بعد الزواج؟ نحن ربما نخصص هذا الموضوع في قناة القرآن الكريم في موضوع في يعني لقاءات أخرى أو برامج أخرى، لكن نريد أن تعطينا نبذة عن كيف يمكن لجمعيتكم أن تجعل الوعي مرتفعا بهذه القضية وبهذا الموضوع الهام والحساس أيضا على أكثر من صعيد. حرية للمرأة الجزائرية خصصت محور، كل محور خاص بهذا الموضوع واللي هو التأهيل الجنسي. نعم. يعني لأهمية هذا الموضوع، وكما قلتي لأنه موضوع طابوهات، أو أنه المقبل على الزواج يبحث
في مواقع اللي ما تقدرش تعطي له المعلومه الصحيحه، المعلومه اللي تفيده. لكن في مشروع اللبنه للزواج، التاهيل الزواجي، محور التاهيل الجنسي هو محور مهم، هو محور يلم بكل الجانب الجنسي للمقبلين على الزواج، من مفاهيم، من مبادئ، من أهمية العلاقة الجنسية ما بين الزوجين، حتى تشريح الجهاز التناسلي عند المرأة عند الرجل، مراحل العلاقة الجنسية، ما هي المشاكل اللي تقدر متوقعة. تكون المتوقعة، مشاكل في الجنسية للرجل للمرأة، الفروقات الجنسية بين الرجل والمرأة، يعني لا يخفى الإنسان في حالة الأمراض المزمنة ما هي تأثير الأدوية على الجنس عند الرجل والمرأة. يعني كل هذا عالجته جمعية حورية في هذا الجانب اللي هو التأهيل الجنسي، اللي أعطينا له وقت وأعطينا له أهمية كبيرة، لأنه لا يخفى أنه أكبر المشاكل بين الزوجين هي مشاكل جنسية. نعم. وفي بعض الأحيان يكون يعني مؤشر بسيط لكنه مؤشر كبير جدا على وجود هذه الخلافات. دكتورة زينب بن صالح، نتحدث بصفتكم دكتورة، يعني مهم جدا أن نعرف بعض الخلفيات الاجتماعية والنفسية الأخرى، لكن مسألة التغذية الصحية التي يعني هي من صلب اختصاصكم في التغذية الصحية بين الزوجين، نعلم أن الغذاء هو تنشئة اجتماعية، يعني الإنسان منذ الصغر وهو يعتاد على أكل أمه، وبيئة مختلفة، ربما بيئة البنت على بيئة الزوج أو الزوجة مختلفة تماما. كيف يمكن أن يكون للغذاء مصدرا مصادر توافق بين الزوجين، خاصة إذا حكمناه بميزان الأكل الصحي؟ يعني وكأننا نعيد بناء الإنسان من خلال الزواج. قال ربما في بعض الأحيان أترك البيئة الغير سليمة، أترك الأكل غير الصحي، ويلا بنا إلى مشروع ناجح، مشروع زواج ناجح بأكل صحي متميز، حتى يكون الأولاد يعني يسلم الأولاد من الأمراض، حتى الزوجة تسلم من الأمراض، ويكون الإنسان يعيش بطبيعي ويتحكم في أعصابه. إذا كان مدخنا يقلع عن التدخين، إذا كان صحته تشبهها بعض الأمراض، فبالتالي الزواج مرحلة مهمة من مراحل حياة الإنسان، عليه أن يتخلص من كثير من الشوائب ومن المشاكل الصحية التي كان يعاني منها من قبل. بارك الله فيك. فعلا يعني نقطة حساسة، يعني كيف نصل من عادات سيئة إلى أن تكون الزواج وكأنه منعطف يوجهنا بإذن الله إلى الطريق السوي السليم، وهذا الذي نريد. حتى يعني المقبل والمقبلة على الزواج من خلال مشروع لبنة خصصنا له محور في التغذية الصحية، نحن يعني بالبرنامج اللي قدمناه هو فيه اكتساب لمهارات. يعني فنحن نعمل على نزع كل ما هو عادات سيئة من عادات السيئة القلي. فنحن نعمل على ترك ما هو سيء وجلب ما هو نافع، والحمد لله لنا في أجدادنا وأمهاتنا يعني خير، يعني هم خير، يعني كانوا فعلا بطبخهم، طبخ المرأة في بيتها فهي نعمة من النعم التي لا نسمح ولا نريدها أن تغيب عن بيوتنا. نعم يعني ما ندخلوش المرأة للرجل اللي يدخل يعني البيت ويسيب يعني ريحة العجين وريحة الخبز، ما هذا البيت ليس حاله حال الذي يأتي بالخبز من الخارج. فهذه الزوج يمكن يشاركها. نعم، حتى الزوج يشارك في عملية الطبخ. نعم. يعني حتى نظلم السادة الرجال والسادة النساء، نحن نتحدث عن توافق في الزواج. نعم. نحن نتحدث عن رؤية جديدة ورؤية سليمة. نعم. فبالتالي الإنسان حتى لا تصعد المشاكل، هناك المشكل في الزواج الأساسي أنه بعض التفاصيل البسيطة نحن نهملها، لكن هي أساسية بالنسبة للمرأة والرجل. فبالتالي لما نرفع مستوى الوعي ونقول أن الرجل والمرأة يتشاركان في مهمة معينة، فبالتالي هذا يزيد من التوافق ويكون صحي بالنسبة للمرأة والرجل. الرجل. نعم. وهذا يعني لنا في ذلك خير قدوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نريد نحن من خلال مشروع لبنة للتأهيل الزواجي أن نصل إلى الأسرة النموذجية، أسرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان الكل فيها رابح، اربح وربح. نعم. فالكل يتعاون، الكل يتفاهم، الكل يتسامح. الحمد لله لنا في أجدادنا وأمهاتنا يعني قدوة، ولكن نريد أن نصل إلى السعادة لكلا الطرفين وبالتغذية الصحية، لأنه مثلا هناك نباتات تعمل على تهدئة المزاج، لأنه الأكل الصحي بوجود ميكروبيوم صحي، فوجود مزاج صحي، مزاج أنه الغذاء الصحي يتحكم في المزاج، أيضا يتحكم في النفسية. ونحن ندرك جيدا أن بناتنا بإذن الله وشبابنا واعيين، فقط الإرادة هي المطلوبة. صحيح. الإرادة في التغيير. نعم. لأجل ترك كل ما هو. وقد شد الموضوع المخرج الزميل أبو بكر عياطة، هو يسأل يقول ما هي إن صح التعبير تطبيقات، هل
هناك يعني هكذا أساليب واستراتيجيات نتبعها حتى نحقق ما نقوله نظريا على صعيد الواقع؟ نعم، لأن في بعض الأحيان دكتورة الكل يتحدث، خاصة على منصة التواصل الاجتماعي عبر التلفاز، الكل يتحدث ويقول يلا ونضع مشاكلنا يعني ونبدأ حياة جديدة، لكن ما هي الأساليب الجديدة التطبيقية كيف يمكن أن نطبقها على أرض الواقع؟ نعم بارك الله فيك. يعني فعلا وأنا يعني أنا كنموذج يعني أنا نعم. أنا كانت عندي عادات سيئة والحمد لله أغيرها يوما عن يوم، فوجود نماذج بهذا الاحتكاك أيضا من خلال نعم. الجمعية بهذا نعم. الاتصال والتواصل أيضا مهم. نعم فيعني يعني تخيل أنه في المشروع يوجد متدربات ومدربين، فإكساب المهارات هي من تجعل أن تترك السلوك السلبي وتكسبك مهارة جديدة. نعم. وذلك التواصل تلك المرافقة، يعني المرافقة التي يعدها مشروع لبنى يستطيع أن يصل الإنسان إلى، وخاصة هي لما يرى ذلك الأكل الصحي عنده وقع على النفسية نعم. تاعه، عنده وقع على الراحة. نذكر دكتورة طبيبة، نذكر زينب بن صالح، نذكر نعيد تنشئة اجتماعي صح التعبير بالتذكير، قال هذا أكل صحي. بعض الأحيان الأزواج يرفضون تغيير نظام الأكل، خاصة إذا كان عند أمه مثلا يأكل غذاء معين، فبالتالي لما يكون في أسرة جديدة يتمنى، أو لأنه مسألة اللذة أو الشعور بالأكل أو تلك اللمة في العائلة الكبيرة ليست هي بالعائلة النواة الصغيرة، فبالتالي الإنسان دائما يحتاج إلى روح الجماعة، روح الحياة، لكن للأسف هذه الحياة وحياة جديدة بدأها مع زوجي، فبالتالي هذه المؤشرات البسيطة قد تبدو بسيطة لكنها هي عامل مهم في نجاح أو فشل الزواج، فبالتالي الجمعية تذكر هي مرافقة بطريقة يعني مباشرة، مرافقة اجتماعية نفسية صحية مع الذين سيتأهلون للزواج وإن شاء الله يبقوا معهم طول الحياة. نعم. نعم. ونحن أيضا نستهدف أيضا المتزوجين الجدد نعم. المقبلين والمقبلات على الزواج والمتزوجون الجدد نعم. يعني فقط توفر الإرادة لدى الشاب والشاب الجزائرية حتى نعد فعلا أسر نموذجية من أجل بناء مجتمع. ولا نظلم دكتورة زينب بن صالح، حتى الذين لديهم مدة من الزواج لا بأس، أبواب الجمعية مفتوحة، يمكنهم تجديد الحياة بما أن الحياة ممكن أن نجددها يعني بين اليوم والآخر. الآن نتحدث شناوي نصيرة، دكتورة شنادي نصيرة، ما هي أهمية التنسيق بين علم النفس علم الاجتماع بصفتكم أطباء أيضا بمختص يعني باختصاص الطب المتميزة، كيف يمكن التنسيق بين هذه صح التعبير المرتكزات حتى نصل بتأهيل للزواج مهم ولديه أيضا يعني أهمية في المجتمع؟ نعم تقريبا كما قلت كل الجوانب تدرس في هذا المشروع. نعم. كلها كان عندها وقع عندها أهمية في مشروع لبينا. الجانب النفسي مهم والاجتماعي مهم، لذلك خصص له محاور وخصص له مدربات ويكون التنسيق، وإحنا نكمل الجانب النفسي. نعم. نكمله بالتغذية الصحية بالمحور التأهيل الجنسي اللي فيه شق النفسي ثاني. نعم. نكمله بالمحور الطفولة والأمومة. الطفولة والأمومة هو محور كبير يهتم ثاني بالجانب النفسي والصحي للزوجين، يهتم بالجانب الصحي والنفسي للزوجين وللطفل. يعني الجانب النفسي هو ما يعني له مكانته في الجانبين، الجانب التأهيل الجنسي التأهيل الصحي والتأهيل النفسي الاجتماعي. نعم. يعني مكفول في كلا الجانبين. نعم. الحديث عن الجمعيات في الجزائر متميز، ولدينا يعني لما نستضيف في قناة القرآن الكريم هناك خطابات، هناك خلفيات علمية وشرعية تحكم عمل الجمعيات، لكن ما يحكم على حياة الجمعية وعلى نجاح الجمعية أيضا هو إعطاء مؤشرات للأجهزة الحكومية حتى تبرمجها في قوانين. فبالتالي ما هي المخرجات التي يمكن أن تكون من خلال جمعيتكم، وما هي الأساليب التي يمكن أن تكون حلقة وصل بينكم بين الجمعيات الأخرى بين الأطراف الفاعلة الأخرى حتى نخرج ما هو قول أو نظري بصفة خاصة إلى حتى نصبح للتطبيق ونجعل يعني هناك أو نبلور فكرة مشروع في الجزائر مكتمل الأركان حول نظرة الزواج أمام يعني تزايد حالة الطلاق والانفكاك الأسري والمشاكل الأسرية بصفة عامة؟ بارك الله فيك. يعني نحن الحمد لله بفضل الله جمعيتنا جمعية حرية للمرأة الجزائرية بنظرتها الواسعة والشمولية تعمل يعني لنا في كل على مستوى كل ولايات لنا يعني فروع.
من خلال هذا المشروع باذن الله يعني بعد الخوض في كل يعني انه سوف تكون الانطلاقه باذن الله في الاشهر القريبه باذن الله حيث يتم الانطلاق المشروع على كل مستوى الولايات. فلو يعتمد من طرف هذا المشروع مشروع لبنى لو يعتمد من طرف الدوله ويصبح لما لا يعني يصبح هي عباره عن شهاده تقدم الى كل مقبل وكل مقبله يعني شهاده التاهيل الزواجي. هل هذا فعلا لانه فعلا هناك حالات لا يتوفر فيها الادنى الشروط يعني للزواج. فنحن نريد وهناك ممكن بلك عنده تقدير ذات منخفض فهو لا يرى نفسه انه ممكن كزوج او يعني مؤهل للزواج. فهذا المشروع هو بمثابه تقديم حقائب، هو بمثابه اعداد، هو بمثابه تاهيل شاب حتى نبرز له النظره العامه للزواج ونكسبه مهارات للحياه الزوجيه. فتكون ولما لا باذن الله ان تكون معتمده من طرف يعني وطننا بحيث انه كل شاب وكل يعني حتى ان تكون في دار البلديه كما نمدوا له الورقه باش يروح يتصور ويجيب تحاليل من عند الطبيب، نمدوا له ايضا ورقه يعني يروح لهذا المشروع ويتدرب ويتاهل ويكون فيه هناك امتحان بحيث يعني حتى يكون هناك حتى امتحان تطبيقي نعلم الرجل كلا من الرجل والمراه كيفاش يشد ابنه الرضيع، كيفاش يرضعه، يعني نعلمهم كل يعني ادنى يعني كي نقولوا نعلمهم ماناش رايحين نخرجوهم يعني علماء وانما ادنى المعلومات البسيطه. في نفس السياق بروفيسور سعيد اسماعيل لدينا ركن طاهور وهو يتحدث عن الحوادث المنزلية، حدثنا عن موضوع مهم جدا وهو الحوادث المنزلية ابتلاع مواد التطهير، فبالتالي كل يوم يستقبل مستشفى الجزائر هذه الحالات وهي حالات انتم اطباء يعني تعرفون هذه الحالات يعني كل يوم يستقبل هو يعني يسهر على اعداد العمليات الجراحية ولملمت ما يمكن لملمته هو انقاذ ما يمكن انقاذه من ارواح الرضع الى اخره. فبالتالي عديد الاسئلة طرحتها قلت وهو يعني قال لماذا الأم والأب يعني يصلان إلى هذا الحد من الانعكاسات والخلفيات على الأولاد والرضع إلى آخره. بالتالي أمر يعني كبير جدا وقوي جدا أن لا نستطيع أن نعتني بأولادنا، وكما ذكرتي طبيبة أنه في بعض الأحيان حتى هناك غير مؤهل للزواج يتزوج ويكون أولادهم الضحايا. يعني حدثينا في هذه النقطة وأنا أريد أن احتكاككم بالذين سيتأهلون للزواج، ما هي انشغالاتهم، كيف يفكرون صح التعبير، يعني منكم ربما قمتم بدورات أو عندكم مشروع في البداية في الانطلاق، كيف يفكرون، هل لديهم وعي بالمجال الصحي، هل يتقبلون الأفكار، هل هم مستعدون للمضي قدما معكم إلى آخره. تفضلي. بارك الله فيك. نعم يعني من يريد الاجابه فليتفضل. هو يعني في هذا يعني المجتمع يعني هناك فئات مختلفه يعني وشرائحها مختلفه، نجد من هو يوافقنا وله شغف في العلم وفي الحب، وهناك خاصه في التغذيه في مجال التغذيه يقول لك انا ما تخلينيش يعني لا استغني يعني لا استغني ولكن وقوعه في المرض ممكن هو من يكون سببا. فنحن لا نريد ان نقع في المرض، نحن نريد ان نقي. الوقايه هي يعني درهم وقايه خير من ألف علاج. فلماذا نريد ان نصل الى الأمراض المزمنة، إلى حالات الاكتئاب، إلى حالات الضغط، نريد أن نقي. وهنا العلم هو خير سلاح لنا. صحيح. يعني بهذه الطريقة نستطيع أن نصل إلى بر الأمان. شكرا بارك الله فيك. أيضا طبيبة نصيرة شناوي، حديثنا اليوم عن هذه الجمعية وعن روح المبادرة صح التعبير، هل يعني من سيتزوج ربما يخجل أحيانا، لديه لا يعلم بالضرورة، لكن الأولياء عليهم بعض الأحيان أن يساعدوا أن يكونوا أطرافا فاعلة، ما هي الأطراف التي تعول عليها الجمعية لاستقطاب جمهور الذي سيتزوج أو الذي يقبل على الزواج أو الذي يفكر حتى في الزواج أو الذي لديه مشاكل في الزواج؟ نعم، هذا المشروع يعني مفتوح لكل المراكز التكوين المهني لإقامة الجامعية. طالب اليوم هو أب ولا طالبة هي أم الغد، يعني راح ينشئوا أسر مسؤولين على أسر، يعني هو يقدم لهم. الأطراف المشاركة تقدر تكون النوادي الرياضية والشبابية، لما لا جمعيات أخرى، لما لا وزارة الشباب والتضامن، أيضا مراكز التدريب والتأهيل، مراكز التكوين المهني، كلها يمكن أن تشارك في هذا المشروع وتجعله مشروع يعني الجزائر بامتياز إن شاء الله. نعم، شكرا بارك الله فيكم. ربما في الأخير ما الذي يمكن أن نتحدث عنه، المشاهد طرف أساسي أيضا في هذه العملية، كيف يمكننا أن نحفزه أكثر للالتفاف بالجمعيات للالتفاف بهذه المشاهد.
المشاريع ومسألة التأهيل أيضا للزواج حتى يكون زواجا ناجحا بالمخيال العلمي والشرعي، لأنه في بعض الأحيان يقول هو مشروع ناجح بما أنه يظهر صوره ليلا صباحا نهارا سرا وجهرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في صور، يقول هذا هو هذه صورة نجاح الزواج. إذا لم تكن هذه الصورة، إذا لم تكن هناك لي اقترابات من هذه الصورة، فأنا زواجي فاشل ولا يمكنني أن أقترب من الزواج. كيف يمكننا أن نعيد بلورة الصورة الذهنية أو الصورة بصفة عامة للزواج وفق الشريعة الإسلامية والزواج الحقيقي، ليس الزواج على الواقع الافتراضي؟ نعم طبيبة. نعم بارك الله فيك. يعني فعلا يعني هي دائما نعود نرجع إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تلك هي الأسرة السعيدة النموذجية المتوازنة. نعم. التي نريد أن نصل من خلالها. نعم. من خلال إعداد شاب وشابة مقبلة على الزواج، خاصة يعني نحن نريد من المشاهد إن كانت أما أو بنتا أو أختا أو أبا أن نبه شبابنا حتى أن يعد العدة. فنتخيلوا إحنا يعني بناتنا كلهن يجهزوا، يعني يجهزوا كل الألبسة من كل أنواع البغفة في كل الأنواع، نريدها مع تلك الحقائب، نريدها أن تعد حقائب أيضا من مشروع لبنا في كل محاوره. شكرا بارك الله في كلمة أخيرة ربما. نعم. مع الشناوي نصيرة، شكرا لكم على الحضور. نعم نعم أشكركم على هذه الدعوة. في الأخير كما قالت أختي زينب، لما نحضر كل العروس تحضر معها كل هذه الحقائب، والزوج يحضر هذاك البيت، لما لا ما تكون معها شهادة التأهيل الزواجي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. إلى هنا مشاهدينا الأفضل نختم عدد اليوم من برنامج الضحى. إن شاء الله مثل ما تحمل العروس معها الخير والملابس الجميلة والعطور الزكية، إن شاء الله تعالى أيضا تحمل معها خلفية علمية وشرعية إن شاء الله تعالى لتأسيس أسرة سليمة، أسرة كما أحبها الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تكون في مجتمع راقي، مجتمع خال من المشاكل. ولا بأس مشاهدينا الأفاضل أن نذكركم بأن في الجزائر يعقد الملتقى الدولي للخلافة العامة للطريقة التيجانية التي نظمت أو تنظم بعين ماضي ولاية الأغواط بمعية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تنظمان الملتقى الدولي سيدي عبد الجبار التيجاني رحمه الله ابتداء من نهار اليوم، حيث انطلقت الاحتفائية بتلاوة جماعية للقرآن الكريم، عدة نشاطات إن شاء الله تعالى علمية يعني تكون في هذا الملتقى الدولي. قناة القرآن الكريم إن شاء الله تعالى ستسهر جاهدة على بث ما يمكن بثه من خلال قناة الخير، قناة القرآن الكريم، ومن خلال كل المحاور والأساتذة الذين حضروا من داخل الوطن وخارجه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم، وإن شاء الله تعالى ينتشر الخير وينتشر أيضا بعضا من العلم عبر قناة القرآن الكريم من خلال هذا الملتقى الدولي ومن خلال الملتقيات الدولية المتميزة والمتنوعة التي تنظمها الجزائر هنا وهناك. بلد الشهداء، بلد الملايين للشهداء، تحييكم دائما. نسعد أن نكون أحرارا في بلد الأحرار الجزائر الحبيبة. سعدنا بخدمتكم. أنا كل الفريق التقني تقبلوا تحياتي وتحيات كل الطاقم الواقف على العارضة التقنية، زهية هني في الإشراف، دليلة مولاي في السكريبت، أبو بكر عياطة في الإخراج، كل الكل إن شاء الله تعالى. ادعوا لنا بالخير مشاهدينا الأفاضل، ما نسيت اسمه فليعذرني. إذا لقاء آخر إن شاء الله تعالى متجدد، ابقوا معنا، برامجنا مستمرة عبر خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. السلام عليكم.